السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بنرحب بحضراتكم جميعا. طبعا دي آخر محاضرة لنا في دورة الكتابة العلمية والنشر الدولي. كنا معاكم طوال أيام شهر رمضان المبارك بسلسلة من المحاضرات التي تهم الباحثين وطلبة الدراسات العليا ومدرسين الجامعات ومدرسين المراكز البحثية. طبعا كان معانا صحبة ونخبة من أفضل المدربين والأساتذة في الجامعات المصرية والعربية. إن شاء الله النهاردة آخر محاضرة معانا. طبعا الأستاذ الدكتور ياسر محمود مصطفى، هو أستاذ في كلية الزراعة جامعة المنيا، أستاذ تربية وإنتاج الخضر والتكنولوجيا الحيوية. دكتور ياسر مدرب دولي معتمد لتنمية الموارد البشرية. إن شاء الله محاضرة اليوم بعنوان أخلاقيات البحث العلمي. طبعا يا دكتور ياسر، دي مش أول مرة لحضرتك معانا، دايما بتنورنا على منصة علماء المستقبل، واحنا بنتعلم يعني من سيادتك دايما. ما شاء الله محضرتك يعني بتفهم الكبير قبل الصغير صراحة يعني، وحضرتك منورنا دايما في المحاضرات. تفضل حضرتك يا دكتور، قدم المحاضرة. ربنا يبارك في سعادتك يا دكتوره ايناس، متشكر جدا ليكي ولدكتور ابراهيم. ربنا يوفقكم جميعا يا رب، ووفق كل الناس المشتركه معانا النهارده، ايا كان باحث صغير او زميل كبير معانا ان شاء الله في الجامعه او مراكز البحوث من مصر او خارج مصر. يا رب حضراتكم ان شاء الله تقدروا تستفيدوا وانا اضيف لحضراتكم حاجه جديده يا رب، ونتناقش كلنا كده، واللي عنده معلومه جديده ان شاء الله نبدا نعملها شيرنج لنا كلنا. موضوع النهارده ان شاء الله زي ما قالت الدكتوره ايناس، دي المحاضره الاخيره في شهر رمضان الكريم. كل عام وحضراتكم بخير وصحه وسلامه يا رب، وعيد فطر مبارك ان شاء الله بعد يومين، ويا رب حضراتكم تقضوا عيد جميل باذن الله. النهارده هنتكلم عن حاجه تهمنا كلنا، تهم كل الباحثين سواء صغير او كبير. هنتكلم عن اخلاقيات البحث العلمي، هنتكلم عن ازاي الطالب الدراسات العليا يختار المشرف بتاعه، هنتكلم عن كمان ازاي المشرف او الاستاذ الجامعي او استاذ البحوث يتعامل مع الطلاب بتوع الدراسات العليا، سواء كان في الدبلومات او الماجستير او الدكتوراه، ايا كان البحث العلمي. البحث العلمي مش بس ماده علميه قويه عشان تنشرها دوليا كمان والعالم كله يستفيد منها، لا، ده كمان في اخلاقيات كتير للبحث العلمي هنقولها ايا كان تخصصنا. هنقول منها كمان ازاي تتعامل باخلاقيات بحث علمي مع البشر لو بتعمل ابحاث على البشر، ازاي تتعامل لو بتعمل ابحاث على الحيوان، ازاي بتتعامل لو بتعمل ابحاث على النبات كمان، علاقه الباحثين ببعضهم، علاقه الاستاذ المشرف بطلابه، علاقتك انت بالماده العلميه اللي انت بتتعامل معاها، وجزء منها اتكلم عن البلاجيوريزم او الانتحال او السرقات العلميه اللي بيسموها، او الاستفاده العلميه من ابحاث الغير والدراسات السابقه، وازاي تستفيد بيها بطريقه علميه سليمه، وازاي يكون البحث بتاعك فيه اخلاقيات بحث علمي كويسه. ويعني ايه اخلاقيات بحث علمي؟ وفي لجان بحث علمي في الجامعات والمعاهد عندنا ولا لا، سواء في مصر او في الدول العربيه او الدول الاجنبيه؟ كل الكلام ده هنتعرض عليه ان شاء الله في وقت بسيط، مش هنكثر على حضراتكم ونثقلكم، عارفين انكم تعبانين من الصيام ومن صلاه العشاء والقيام، لكن الموضوع النهارده مهم جدا، مهم جدا جدا لينا كلنا. نبدا مع بعض ان شاء الله. انا شايف حضراتكم معايا في التعارف يعني ان شاء الله، واي حد عايز يقول حاجه يرفع ايده، والباشمهندس ابراهيم هينبهني يقول لي فلان، او الدكتوره ايناس هتقول لي فلان عايز يقول، ونناقش مع بعض ما يجراش اي حاجه. زي ما قلت لحضراتكم دكتوره ايناس، انا اسمي ياسر محمود محمد مصطفى، شهير بياسر مصطفى. زي ما انتم عارفين احنا بنشتغل في البحث العلمي دايما بيبقى الفيرست نيم واللاست نيم او الفاميلي نيم، فياسر مصطفى هي اللي دارجه اكتر. انا استاذ انتاج محاصيل الخضر وتربيه محاصيل الخضر والبايوتكنولوجي في مجال الخضر كلها، في مجال النبات عامه. انا حصل على دكتوراه من اليابان في 2006، واشتغلت في مجال البايوتكنولوجي، واشتغلت كمان على تشيلنج تولرنس يعني تحمل النبات للبروده والجينات المسؤوله عن كده، ونقلت جينات من نباتات لنباتات، وعملت سيكونس كتيره لجينات كتيره، والحمد لله عندي رياده في اكتشاف ثلاث جينات في الداتا بيز العالميه مكتوبين باسم الحمد لله واسم الكليه واللي انا كنت شغال فيها في اليابان. فيا رب التفوق ان شاء الله ويوفق الجميع في اي مجال انتم بتحبوه لازم تتقنوا. احنا لو مع بعض في القاعه طبعا وقريبين من بعض، كنت هسال كل واحد منكم فرد فرد كده، اسمك ايه؟ وظيفتك ايه؟ مثلا افضل صفه اخلاقيه انت بتحبها في نفسك.
انت بتحب ايه، صفه اخلاقيه حبيبها قوي في نفسك وحابب الناس كلها تتصف بيها وتعتز بالصفه دي جدا، والصفه دي ليها علاقه بالبحث العلمي واخلاقيات البحث العلمي. فاعتبر ان انا سالتكم يعني، وكل واحد حط في دماغه كده ايه صفه اخلاقيه كويسه. من خلال التدريب بتاع النهارده انت هتلاقي الصفه دي مهمه جدا في حياتك، وانا بقول لك لو الصفه دي عجباك في نفسك اعتز بيها جدا جدا، وحاول توصلها للطلاب بتوعك والباحثين اللي انت مشرف عليهم. دايما في اي جلسه علميه يا جماعه بيبقى فيه، وخصوصا احنا لما نكون مع بعض او في كاميرات مفتوحه، بيبقى فيه البشاشه والابتسامه لازم كده. وانا انصح حضراتكم ان تتصف دايما بالبشاشه والابتسامه. ليه؟ لانها بتحل مشاكل كتيره قوي وبتفتح افاق كتيره قوي. ولو حد زعلان منك وزعل كبير وانت قابلته بابتسامه كده ينسى كل اللي حصل وممكن تصالحه في ثواني يعني. الابتسامه بتضيف على الجسم كمان صحه نفسيه وصحه جسديه، ماشي، وتخليك تتحمل التعب، ليها وظائف كتيره قوي. حتى الرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ تبسمك في وجه اخيك صدقه. شوف قد ايه صدقه، اسهل انواع الصدقات انت تتبسم في وجه اخيك. اخيك ده اي حد طبعا، اخيك في الانسانيه طبعا، مش لازم يكون على نفس الدين بتاعك، لا، اخيك في الانسانيه. المشاركه الفعاله، كلنا نتشارك النهارده مع بعض، كل واحد من حضراتكم عنده خبرات كبيره جدا، ده اكيد عنده خبرات شخصيه، عنده هو تالنت في حاجه معينه. ربنا بيدي دايما موهبه يا جماعه لكل واحد في حته معينه كده، ممكن الموهبه دي كمان هو تكون مصدر الرزق بتاعه. شوف قد ايه يعني، ممكن يكون تخصصه حاجه ربنا مديني موهبه في حاجه تانية كويس. فيفضل احنا نتشاركها مع بعضينا، لان المواهب كتيره بتاعتنا لما نتشاركها نستفيد من بعض، وكل واحد يشوف الحته الحلوه اللي عند غيره ويحاول يحطها فيه ويحاول يجربها يعني، ماشي. هل الاختلاف في البحث العلمي كويس ولا وحش؟ الاختلاف، انا بحب قوي الاختلاف في البحث العلمي، وبحب لما يكون في سيمينار والجماعه اللي موجودين في السيمينار سواء اساتذه كبار او طلاب دراسات عليا او طلاب بكالوريوس مثلا يختلفوا علميا، ويتشاجروا علميا، ده بيفتح افكار جديده للبحث العلمي. خلي بالكم الاختلاف في حاجه معينه بيخلي الناس تدور وتقرا كتير وتجيب وتشوف مين اللي صح. فاول ما يقرا كتير بيكتشف حاجات كتير، بيكتشف افكار جديده للابحاث العلميه، ويبدا يمشي ورا فكره ممكن تكون موضوع بحث كبير لسنوات طويله كمان. جايه منين؟ جايه من سبب اختلاف بسيط فين؟ في سيمينار علمي. لكن نختلف حاجات شخصيه دي موجوده في حياتنا، للاسف موجوده اختلافات الشخصيه، واحيانا بتاثر كمان على شغلنا وعلى بحثنا العلمي. وانا ما انصحش حضرتك تختلفوا في الحته دي خالص، ولازم يكون في احترام متبادل يا جماعه، نحترم بعضينا جدا، نحترم الكبير ونحترم اللي موازي لينا في الدرجه العلميه، نحترم الاصغر مننا ونحترم راي الاصغر مننا. انت ممكن يبقى طالب عندك طالب ماجستير وانت استاذ كبير، واحيانا يقول حاجه الحاجه تطلع كويسه جدا وانت ما كنتش تعرفها، عادي طبيعي، احنا بنتعلم من بعض. دي طبعا احنا بنقول ما نقراش حاجه واحنا بنتكلم طبعا عشان ما نعملش شوشره، عمرك ما هتسمع وتشوف وتقرا في نفس الوقت وتفهم كل الكلام ده. الموبايل بتاعنا بيبقى سايلنت طبعا، وانا دلوقتي برضه عامل الموبايل بتاعي سايلنت عشان ما ازعجش حضراتكم. دايما تعمل كده، ما كنت اجتماع مهم ولا حاجه، احتراما للناس واحتراما للتدريب، ان انت بتخلي الموبايل بتاعك سايلنت او تخليه فايبريشن كده، ولو عايز ترد تبقى ترد طبعا براحتك، المهم ما ياخركش عن تدريب او عن محاضره او حاجه. يعني احتراما للاخرين دايما، الواحد بيخلي الموبايل بتاعه سايلنت، ثم بيحسوا كده ان انت بتحترمهم وتحترم التدريب بتاعهم او المحاضره بتاعتهم. فوكس، بنعمل فوكس على البوينت اللي هنتكلم فيها دلوقتي. هتلاقي ناس، بعض الناس بيبقى في حاجه قلقاه قوي فعايز يسال فيها وهي مش موضوع النقطه اللي احنا بنشتغل فيها دلوقتي، تبقى مستعجل عشان يعرف اجابه السؤال مثلا اللي عايز يساله ده. لا، دايما خلي سؤالك في موضوعه، في مكانه، في الموضوع اللي بنتكلم فيه. تايم تيبل طبعا، انا بالنسبه لي نبدا الساعه 10 ومفتوحه بالنسبه لحضراتكم ان شاء الله، بس ما نقعدش للسحور طبعا. وبعد ما نخلص افتحوا باب الاسئله، اي حاجه حضراتكم عايز تسالوا فيها انا تحت امركم ان شاء الله. الماده العلميه اللي قدامنا طبعا ليها حقوق ملكيه للثلاث مراكز اللي حضراتكم شايفينهم من تحت دول. طبعا الاي بي سي تي ده اللي انا واخد منه انترناشونال لايسنس في تنميه المواد البشريه. طبعا في فرق كبير، يمكن الدكتوره ايناس او حد من المدربين مع حضراتكم قبل كده فرق لكم ما بين تنميه الموارد البشريه والتنميه البشريه. التنميه البشريه اي شيء احنا بننميه في البلد يخص الانسان برضه، بس يخص الماكل والمشرب والطرق والكباري والري والصرف والحاجات دي كلها، دي اسمها تنميه بشريه، غالبا بتبقى خاصه بالحكومه يعني. لكن كل ما يخص العقل وفكر الانسان وسلوكه، التنميه بتاعته دي تنميه موارد بشريه.
الشخص ده بمورد بشري. عشان كده حتى في اي شغله في اي شركه او في اي جامعه او حاجه حد عايز يشتغل بيقول له لازم تقابل الاتش ار بتاعنا. الاتش ار يعني ايه؟ اتش يعني هيومن، ار ريسورسز، يبقى هيومن ريسورس ديفلوبمنت، يبقى تنميه الموارد البشريه. ده اللي تعرفوه كل ما يخص العقل وفكر الانسان وعمله والبحث العلمي والحاجات دي كلها، دي تنميه موارد بشريه. وخصوصا سلوك البشر. يعني دايما بقول في اي تدريبات عندنا يا جماعه في 3 حروف مهمين جدا جدا، هي الكي اس اي، كي اس اي مش كينجدم اوف سعودي ارابيا، لا، كي يعني النولج، المعلومات والمعارف اللي الانسان يهمه يعرفها في اي مجال يحبه او في المجال التخصص بتاعه، يبقى دي معارف ومعلومات، دي مهمه جدا جدا متعلمها كلنا. ثم سكيلز، سكيلز يعني مهارات، مهارات عمليه. انا والله كليه زراعه باخد حاجات نظريه كتير قوي، ولما اجي اشتغل بقى على النبات او الحيوان او المايكرو اورجانيزم ماشي، دي كلها بتبقى مهارات بقى. الدكتور الطبيب بيشتغل بيعرف معلومات كتير قوي في المحاضرات، بيروح المعمل بعد كده او المكان المستشفى ويشوف حاجات عمليه وسكيلز معينه بيتقنها، مع الوقت بيبقى دكتور مشهور ويقول لك روح للدكتور ده جراح ماهر. يعني ايه كلمه جراح ماهر وكويس؟ يعني عنده مهارات يدويه، دي حلوه قوي في الشغل، علمه كبير قوي، معرفي ومهاري. ثم الايه يعني اتيتيود، الاتيتيود اللي هو سلوك الانسان. دايما السلوك بيتحدد يا جماعه بمجموعه من المعارف والمهارات. والله انا دخلت اي كليه ولكن كليه الطب مثلا درست فيها كويس قوي، خدت معلومات كتيره جدا ومهارات كتيره مثلا، ورحت معمل كده لقيت في جثه بقى ولازم تتشرح ومش عارف ايه والكلام ده، ومعلومات لقيتها صعبه قوي ودراسه بالانجليزي، طب ممكن ياثر عليا ولا لا؟ انا مش همشي في الطب بقى، انا اروح حته ثانيه، اروح كليه ألسن ولا حاجه نظريه كده يمكن ابدع فيها شويه. واحد تاني يقول لا دي معلومات جميله جدا وسكيلز عاليه جدا انا بحبها قوي، كلمه بحبها قوي دي يعني سلوكه حبها يعني هيمشي فيها ماشي، وهكذا حاجات كتيره جدا. حتى على مستوى بيوتنا ومستوى سلوكنا مع الناس، عمرك ما تعرف تربي ابنك كويس الا لو علمته شويه معارف ومعلومات عن حاجه معينه، وعلمته ازاي يعمل الحاجه دي بايديه هيحب الحاجه دي. لو انت ما علمتوش ولا معارف ولا مهارات اكيد الحاجه دي مش هيحبها ولا يتجه ليها. يبقى اي حاجه في حياتنا فيها كي اس اي. طيب تتوقعوا النهارده البرنامج بتاعنا عن ايه؟ طبعا انا مش هناقشها معاكم الحته اللي لسه قايلها من شويه، هنتكلم في كل اخلاقيات البحث العلمي كله صغيره وكبيره، اخلاقيات بتتم على البشر بتتم على الحيوان، اخلاقيات البحث العلمي بين المشرف والطالب بتاعه او تلامذته، والعكس بين التلاميذ والاستاذ بتاعهم ازاي يتعاملوا معاه، وازاي تتعامل مع الماده العلميه اللي انت شغال عليها بتاعتك او بتاع غيرك، امشي مع بتاعتي ازاي وبتاع غير ازاي، حتى اكتبها ازاي صح في رساله او في مانوسكريبت عشان تبقى بيبر منشوره ان شاء الله في مجله عالميه وتبقى صح ازاي. وانت خدت طبعا كتابه الابحاث والنشر وتفاصيل النشر والتعامل مع دور النشر وحاجات مع زملائنا واساتذتنا اللي ادوكوا تدريبات قبل كده في الـ8 محاضرات اللي فاتت. ريسيرش اسكس او اخلاقيات البحث العلمي. طبعا امير الشعراء الامير احمد شوقي كان بيقول ايه؟ بيقول nations are but ethics. If they are gone, they are done. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. يعني أي أمة من غير أخلاق خلاص بقت وحوش. أنت بتشوف الجزيرة العربية قبل الرسول عليه السلام ما ينزل فيهم كانوا عبارة عن قبائل وبيغيروا على بعضهم، أي قبيلة قوية بتروح لقبيلة ضعيفة بتأسر النساء والرجال وتقتل الأطفال وتاخد أرضهم وتاخد كل حياتهم. ما دول بشر بس من غير أخلاق. ليه؟ تحولوا لوحوش. بالاخلاق هنتحول بقى للبشر. ربنا كرمنا على ايه؟ على المخلوقات الثانيه اللي خلقها ربنا سبحانه وتعالى وحط فينا عقل وفكر ماشي واسلوب حياه، ده مش موجود في المخلوقات الثانيه. طيب يبقى هدف البرنامج النهارده ان شاء الله نعرف حضراتكم من نهايه التدريب، حضراتكم تكتسبوا ان شاء الله معارف اللي احنا قلنا عليها النولج، مهارات سكيلز، واتجاهات ايجابيه ان شاء الله بوزيتيف اتيتيودز مش نيجاتيف اتيتيودز، الخاصة بيه بقى بأخلاقيات البحث العلمي اللي لازم يتحلى بيها كل باحث من أجل الارتقاء بالبحث العلمي. لأن أي حتى لما أنت تنشر في أبحاث دولية يا جماعة اللي بيحكموا في النشر بتاعك بيحكم المادة العلمية وفي أخلاقيات بحث علمي ولا لأ، وكمان متوافقة طبعا إيه مع طريقة الفورمات بتاع المجلة ولا لأ. يبقى لازم فيها جزئية الإيه؟ أخلاقيات البحث العلمي. يعني إيه بالتفصيل؟ يعني لازم حضرتك من نهاية النهاردة إن شاء الله والتدريب الليلادي
تكون تعرف تعرف يعني ايه البحث العلمي واخلاقيات الباحث. بحث علمي يعني ايه؟ يعني ايه في حاجه اسمها بحث غير علمي؟ واخلاقيات الباحث، واخلاقيات البحث اللي انت شغال عليه لازم تعرف. كمان تقدر تطبق البحث العلمي، اخلاقيات البحث العلمي في جميع المراحل بتاعته، في مختلف انواع البحث العلمي. خلي بالكم في عمل شغاله بره يا جماعه من غير اخلاقيات خالص، وبتشتغل على حاجات ضد الدين كمان، وهنقولها بالتفصيل بعد شويه، وبيترصد لها مبالغ رهيبه، يمكن احنا مش حاسينها في مصر، لكن بره مصر احنا حاسينها كتير قوي، ونفسهم يعملوا حاجات ضد الدين كمان. يعني انا اعرف معامل في اوروبا شغاله على اكتشاف الروح، بيقول المسلمين بيقولوا ايه؟ انما الروح من امر ربي، كينونه الروح دي ما حدش يعرفها ابدا ليوم الدين، هم مش مصدقين الحته دي. عمال يعملوا ابحاث على ازاي يكتشف الروح، دي حاجه. بيعملوا على ابحاث استنساخ البشر مثلا، وعايزين يطلعوا ناس كده وبتاع، وحاجات كتيره قوي ضد الاديان كلها مش الدين الاسلامي بس. وزي ما بقول لكم ليهم دعم كبير عشان يطلعوا كان الحاجات ايجابيه، والحمد لله مش عارفين يعني. كمان ازاي تميز بين، طبعا في الاخطاء الشائعه لشان عدم الالتزام باخلاقيات البحث العلمي. احنا هنعرف اخلاقيات البحث العلمي الاول ايه؟ ونلتزم بيها ازاي؟ وهل في اخلاقيات شائعه فيها ولا لا؟ ماشي؟ وايه هي بانواعها كلها اخلاقيات البحث العلمي؟ ازاي تميز بين اشكال الغش العلمي والانتحال؟ كما جالنا في البحث العلمي البلاجرز، وهنتكلم عليه بالتفصيل كمان. كمان تقدر تعرف انت في نهايه التدريب تضارب المصالح وحقوق التاليف والنشر في مجال انت هتطلع كتاب او بحث او حاجات زي كده. حقوق الملكيه يعني ايه؟ والفكر العلمي بتاعك يعني ايه؟ تحفظه ازاي؟ وفي النشر يبقى ازاي؟ ويعني ايه تضارب مصالح؟ هنقوله ان شاء الله بعد شويه. تطبق كمان اساسيات الملكيه الفكريه، يعني ايه ملكيه فكريه؟ للحاجات اللي انا بملكها. خلي بالكم يا جماعه، انت لما تعمل بحث علمي او كتاب تنشره وتلاقي واحد تاني واخد منه اجزاء كبيره وناسبها لنفسه، سواء في كتاب تاني او في بحث تاني، ومش قايل ان دي بتاعتك، انت بتزعل قوي، تزعل جدا اكتر ما انت تزعل واحد سرق فلوسك. شوف قد ايه، ويمكن لو حد اتعرض لحاجات زي كده يحسها جامد، يمكن حضراتكم او بعض حضراتكم عنده امثله حصلت له شخصيا في الحاجات دي. تقدر تحلل المنافع والمخاطر المصاحبه للبحث العلمي. تقدر تستخدم حاجه اسمها الموافقه المستنيره في كافه انواع البحث العلمي، ودي هنقولها وخصوصا في الابحاث المعموله على البشر. اخواتنا في كليه الطب بانواعها كلها، والصيدله والعلاج الطبيعي والحاجات دي كلها، لما يكون هيعمل حاجه بابحاث على بشر ماشي، ومجموع عينات بتاعته ناس يعني بشر، لازم ياخد موافقه منهم، والموافقه دي صفاتها ايه ويعني ايه موافقه مستنيره، هنقولها برضو النهارده ان شاء الله. ازاي تحدد دور ومسؤوليه لجان المراجعه للابحاث؟ يعني لما بنقدم بحث في مجله، خصوصا المجلات العالميه عشان تتحكم في لجنه التحكيم، يا ترى مسؤولياتهم ايه؟ وهم لجنه التحكيم انت راضي عنها ولا لا؟ وازاي تبقى في لجنه تحكيم؟ وكمان صفاتها لازم تبقى ايه؟ هنقولها سريعا ان شاء الله. كل ده مش هتقدر تحصل عليه بعد التدريب ان شاء الله، الا لو حضرتك عندك اتجاه ايجابي نحو ان انت تعرف اخلاقيات البحث العلمي وضرورتها ايه، وضروره تطبيقها في الابحاث بتاعتنا. وانت عارف كده ولا لا؟ ده انا اقول لكم حاجات كمان بسيطه جدا انت بتعملها، ومش متوقع ان دي تكون ضد اخلاقيات البحث العلمي في كل المجالات بتاعتنا. هقول لكم امثله كتير النهارده ان شاء الله. طيب البرت كامو بيقول ايه؟ A man without ethics is a wild beast loosed up in this world. يعني الانسان بلا اخلاقيات هو وحش كافر اطلق على العالم، زي ما انا بقول لكم كده. يعني انا عشت في اليابان فتره طويله، اربع سنين وست شهور تقريبا، وشفت الشعب الياباني هو عنده اخلاقيات قد ايه؟ اخلاقيات في المعيشه، اخلاقيات في البحث العلمي، اخلاقيات في المهنه. لكن زمان يمكن قبل الحرب العالميه الاولى، اليابانيين دول والساموراي والحاجات دي، انت عارفين الجيش الياباني يمكن هاجم على كوريا وبعض اماكن في الصين، وكان بيقتل الناس زي ما يكون بيقتل عصافير كده. كان يمسك الست الحامل يفتح بطنها ويطلع الجنين ويضحك مبسوط قوي قوي، يبقى ده وحش ولا مش وحش؟ كان بياكلوا اي حاجه موجوده. بعد الحرب العالميه الثانيه والقنابل الذريه اللي نزلت على هيروشيما وناجازاكي خلت الناس دي وقفت عند حدها، لان كان فعلا الجيش الاحمر الياباني كان اكبر جيش في العالم مفتري، فكان لازم هم من وجهه نظرهم كعالمين كان لازم يوقفوا العالم دي، كان لازم تقف. وبعد كده وقف طبعا وما عندهمش جيش، وبقى في قواعد دوليه جوه اليابان. اتجه اليابانيين بقى للنهضه وللتحضر، وبقوا ناس ثانيه خالص، بقوا شعب في منتهى الاخلاق، وفعلا بيطبقوا اخلاق اللي بيقول عليها الاديان والشرائع ماشي.
بدون ما يعرفوا، بدون ما هم بيعتنقوا الدين ده، لكن كل الاخلاقيات، البحث العلمي عندهم، اخلاقيات المهنه عندهم، اخلاقيات التعامل مع الناس عندهم، بس حته ان هو مؤمن ام واحد بالله سبحانه وتعالى هي دي اللي تنقصهم يعني. طيب لو تحب مثلا نقرا حاجه اسمها دراسه حاله قدام حضرتك، قصه بسيطه كده. كلكم شايفينها كويس؟ تمام يا دكتور. طب كويس. طيب يا باشمهندس ابراهيم، تحب تقراها لنا ولا حد من المتدربين يقراها لنا كده بسرعه؟ مفيش مشكلة، ولو حضرتك عايز برضو يكون في تفاعل ممكن افتح الشات وبفي تفاعل، او لو حد عايز يتكلم مفيش اي مشكلة برضو. يكون قوي في اللغة العربية وقراءته سليمة يقراها لنا كده على السريع. اتفضل يا باشمهندس ابراهيم، افتح تمام. الشات ويترشح. لا، حد من المتدربين يترشح يقولها يعني. حضرتك يا باشا تقراها على الشات. فتحت الشات، اتفضلوا يا دكاترة. مين عنده مخارج الحروف حلوه كده وبيحب اللغه العربيه ويحب يقرا لنا دي؟ هم كلهم 5 6 سطور يعني. لو مكسوفين انا ممكن اقراها عادي يعني، ما تقلقوش. لا يا دكتور انا مش لابس النظاره عشان كده الرؤيه خلاص انا عامله. اقراها لكم انا يا دكتور ابراهيم. في حاضر. دكاتره محمد بيقول انا، وفي دكتور، في دكاتره كتير بيقول انا. دكتوره بسمه، طب اتفضل نلاقي واحد اي منهم. حد. طيب ولا طيب الدكتور اللي عايز يتفضل يرفع يعمل ريزو فاند يقول لك ماشي. دكتوره بسمه اتفضلي. يا دكتوره بسمه عشان هي اللي ظهرت قدامي كده، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا بيك. بسم الله. سمي. فكرة الجلسة التدريبية كلفت وزارة الصوت واضح. واضح جدا. تمام. واللهجة جميلة كمان. كلفت وزارة التعليم فريقا بحثيا لإجراء بحث عن معاناة أمهات طلبة الثانوية العامة طوال العام الدراسي بسبب الكثير من الأعباء التي تفرضها على كل أسرة لديها طالب بالمرحلة الثانوية. وتم توزيع الأدوار على الفريق البحثي، وكان من نصيب الدكتور سويلم أن يقوم بتطبيق مقياس للضغوط النفسية على عينة من أمهات طلاب المرحلة الثانوية يبلغ عددها 5000 من مراحل عمرية مختلفة في مناطق جغرافية متنوعة. ولكن الدكتور سويلم كان مشغولا جدا، فكلف أحد المعيدين لديه في القسم بأن يتولى هذا الأمر عنه. فقام المعيد بتطبيق 500 اختبار على طالبات الدفعة التي يقوم بالتدريس لها في الجامعة، وقام هو مع بعض زملائه بتعبئة بقية الاختبارات ثم سلمها إلى الدكتور سويلم مدعيا أنه قام بالمهمة المطلوبة على أكمل وجه. ما الأخطاء التي حدثت في هذه القصة؟ شكرا دكتور، بارك الله فيك. بارك الله فيك يا دكتورة بسمة، شكرا جزيلا على القراءة الجميلة. ونسمع من حضراتكم برضو لو حد يقدر يلخص لنا الكلام ده اللي بتاع فكرة الجلسة التدريبية دي في جملتين ثلاثة كده، يعني ايه اللي حصل ماشي، ثم نطلع الأخطاء اللي حدثت في هذه القصة. مين عايز يقول؟ مين اللي قدر على التلخيص السريع؟ على فكرة التلخيص والقدرة على التلخيص دي موهبة مش عند أي حد يعني. حد رافع ايده دكتور ابراهيم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام يا دكتور، اتفضل حضرتك. هو وزارة التعليم يعني عايزة تعمل بحث عن معاناة أمهات الطلبة، فكلفت مجموعة يعني، فكان من نصيب دكتور سويلم إن هو المفروض يشتغل على 5000 طالب، فهو ما اشتغلش، إداها لأحد المعيدين عنده، والمعيد بدوره برضه ما اشتغلش على 5000، اشتغل على 500، وكمان مش من أمهات الطلبة، اشتغل على طلبات الدفعة اللي عنده، وسلم النتائج للدكتور سويلم على أساس إن هو يعني أكمل المهمة على أكمل وجه. وطبعا هما الاتنين مخطئين يعني في القصة، لأنه الاتنين ما اشتغلوش يعني كما يجب يعني.
طيب يبقى الاخطاء العلميه والاخطاء الاخلاقيه اللي موجوده هنا هي ايه؟ يعني دلوقتي البحث الأخطاء. جمعت من وزاره التعليم على معاناه الامهات، عارفين طبعا عندنا في مصر بالذات ان الثانويه العامه بقى لها سنين طويله ستريس عالي جدا، مش على الام بس، على الاسره كلها وخصوصا الامهات. هم عايزين يقيسوا بقى ايه؟ يقيسوا حته الضغط النفسي اللي بيقع على الامهات دي، او الضغوط النفسيه اللي بتقع على، مش لكل الامهات طبعا، عينه من الامهات. عشان تبقى العينه سليمه في تجربه زي كده لازم يكون على الاقل 5000 ام هيجروا عليها ايه؟ السيرفي ده، كويس، او الاستبيانات دي. فكان الدكتور سويلم المفروض ان هو مكلف يقول لنا ايه الضغوط النفسيه اللي موجوده لعدد 5000 ام. راح هو مدي معيد عنده كمان مش هو اللي عملها، كويس، هنشوف الاخطاء ماشيه ازاي. دكتور سويلم المفروض 5000 عينه على امهات حقيقيه ليها ابناء في الثانويه العامه. هو راح مدي معيد عنده، المعيد راح مطبقها كمان مش على امهات حقيقيه، لا، على طالبات في الدفعه اللي بيقوم بالتدريس لكورس من الكورسات لها، ومش كلهم كمان، لا، ده اختار 500 فقط، وراح مسلم الورق بتاعه والاستبيانات بتاعته على انها طبعا ملى الباقي، طبعا ملاها كده وهو قاعد في المكتب عشان يكمل ال 5000. طبعا مش هم 500 مثلا على طالبات دفعه مش على امهات حقيقيين كمان، ثم الباقي كمله من عنده كده بناء على اللي حصل في ال 500 دول بما يتناسب مع الاراء اللي كتبوها ال 500. يعني اولا هي مش امهات، الاراء دي مش اراء امهات، دي اراء طالبات لسه في الجامعه ولا اتجوزوا ولا خلفوا اصلا ولا عندهم ولاد في الثانويه العامه. يعني كل المفروض النتائج اللي هتحصل او اللي هيتحصل عليها نتائج غير حقيقيه، وكمان مش من العدد المطلوب. فالاخطاء اللي موجوده في القصه دي، اولا العينه اللي اشتغل عليها عينه خاطئه، عدد العينه اللي موجوده عدد خاطئ، كمان في كذب، ماشي، النتائج اللي هتتحصلوا عليها نتائج غير واقعيه وغير حقيقيه بالمره. هل ينفع يبقى ده بحث؟ هل فيها اخلاقيات بحث علمي؟ طبعا لا. يبقى اخلاقيات البحث العلمي مش موجوده من جانب كذا واحد، مش موجوده من الدكتور سويلم، مش موجود من المعيد اللي هو كلفه بيها طبعا، وكون طالبات السنه اللي بيدرس لها في الجامعه مكتوب كده في الاستبيانات ان هم امهات وعندهم طالبات، وكونهم هم يرضوا كمان ان يملوا الاستمارات دي ويكتبوا معلومات اللي موجوده ويجاوبوا على الاسئله على اساس ان هم امهات لطلاب في الثانويه العامه، برضه نوع من الكذب. شوف الكذب ماشي ازاي بالتوالي كده. فاكيد النتائج اللي هتطلع نتائج خاطئه وغير حقيقيه، مش ممثله للمجتمع فعلا اللي موجود فيه العينات دي. دي انا بوريها لكم كده كمثال يعني، وهكذا امثله كتيره جدا سواء في الكليات النظريه او الكليات العمليه. تمام حضراتكم؟ طيب الهدف العام من اول جلسه مع حضراتكم دلوقتي اكتساب حضراتكم ان شاء الله بعض المعارف والمهارات والاتجاه الايجابيه اللازمه لايه؟ للتعرف على اول حاجه كيفيه اجراء البحوث بمعايير اخلاقيه. ماشي؟ لازم تعرف حضرتك مفهوم الاخلاقيات ومصدر الاخلاقيات دي جايه منين اصلا؟ هل هي جايه من البشر ولا جايه من رب البشر؟ تعرف اخلاقيات البحث العلمي يعني ايه؟ يعني ايه اخلاقيات البحث العلمي؟ النشأة بتاع اخلاقيات العلم البحث العلمي امتى بدأت وزادت امتى وبدأت مهمة وبقت مهمة دلوقتي ليه؟ تحدد الاساسيات اللازمة لكي يكون الباحث باحث بيمشي باخلاقيات بحث علمي، هنسميه باحث اخلاقيا. نقدر نتفادى الاخطاء الشائعة من الناحية الاخلاقية في الابحاث بتاعتنا سواء احنا عارفينها او مش عارفينها. نظر اتجاها ايجابيا نحو الالتزام باخلاقيات البحث العلمي ان شاء الله تكون هدف من اهدافنا في الابحاث بتاعتنا. كويس؟ ده اللي هنقوله مع بعض، مفهوم الاخلاقيات ومصادرها، مفهوم البحث وانواع الابحاث اللي فيها اخلاقيات بحث علمي، تعريف يعني ايه اخلاقيات بحث علمي داخل البحث بتاعنا، تاريخ نشاه اخلاقيات الابحاث او البحوث، الاثنين صح لغويا، ابحاث او بحوث، القيم الاخلاقيه للبحث العلمي، مواصفات البحث العلمي الذي تميز بوجود اخلاقيات فيه. طيب الاخلاقيات عندنا عامه بتبقى يا اما اخلاقيات عامه يا اما اخلاقيات متخصصه يا اما قوانين. فنقدر نقول اسكس دي اخلاقيات عامه تنطبق على الناس كلها وبيبقى ليها قوانين وممكن ليها لوائح كمان موجوده، يعني حتى اي مركز من المراكز داخل الكليات بتاعتنا وداخل المعاهد عندنا ليه لائحه، اي كليه ليها لائحه، اي جامعه ليها لائحه، اي مركز علمي ليه لائحه، اي مركز متخصص مركز طبي والكلام ده ليه لائحه خاصه بيه وليه قوانينه وليه اخلاقياته العامه. هي دي الاسكس، ونديها رمز اي عشان اول ايه؟ أول حرف من كلمة إيثكس.
ثم في مورالتي، المورالتي الاخلاقيات الخاصه بتاع الانسان نفسه بقى. يعني يقول لك الراجل ده عنده اخلاقيات عاليه، اخلاقياته عاليه، الراجل ده متدين، الراجل ده عنده قيم ومبادئ، كل ده يندرج تحت ايه؟ تحت كلمه مورالتي. ثم لوز يعني قوانين بتضعها الدوله رادعه لمين؟ للي يخالف الاخلاقيات دي، سواء اخلاقيات عامه او اخلاقيات متخصصه، وثواب وعقاب، وخصوصا قوانين العقاب. ماشي؟ وعندنا جنح، وعندنا جنايات، وعندنا كذا وكذا وكذا، كل دي تقع تحت اللوز. هل ممكن تتداخل الحاجات دي مع بعضها؟ اه، ممكن الاثكس تتداخل مع المورالتي. يعني في اخلاقيات شخصيه واخلاقيات عامه، والاثنين مطلوبين، عشان كده بنسميها الاي مع الام، اي ام كذا. ماشي؟ في المورالتي مع اللوز ام ال، واللوز مع الاثكس اي ال، وممكن اللوز مع المورالتي مع الاثكس الثلاثة مع بعض اي ام ال، لازم كلهم يبقوا موجودين مع بعض. وانا دايما براعي اخلاقياتي انا الشخصيه اللي حاسبني ربنا عليها ان شاء الله. حتى الرسول عليه السلام قال ايه؟ قال الدين المعامله، بين لي دينك في معاملتك معايا، الناس هتعرفك مش عشان انت بتصلي وبتصوم الحاجات دي كلها انت بتعملها لربنا سبحانه وتعالى، بينك وبين ربنا، ربنا وبين البشر ايه؟ معاملات، اللي هي المورالتي بقى، اخلاقك انت الشخصيه لازم اعرفها كويس، لازم تبان في تصرفاتك عشان اعرفك. انا بشوفك بتروح المسجد وبتصلي ومواظب على صلواتك وكل حاجه، بس لما اجي اتعامل معاك بلاقي شخص تاني خالص، لا في حاجه غلط. لما يكون في معاملات ماليه، معاملات في سفر، معاملات في عشره، معاملات في نسب، معاملات في اي حاجه من دي، في تجاره مشتركه، ابص الاقي في اخلاقيات معينه ليك بدات تظهر، سواء كويسه وكويسه جدا وانا احب التعامل معاك، او في حاجات غريبه بتظهر وتلاقينا بعد عنك. ماشي؟ حتى ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه قال في ذنوب وفي سيئات. الذنوب لما تهمل في حاجه او تاثر في حاجه في عباده بينك وبين ربنا، تهمل في صلاه، في زكاه، في حج، في حاجه من دي، دي بينك وبين ربنا، لو عملت عكسها بتاخد ذنوب. لكن في سيئات بينك وبين البشر وتعامل مع البشر، حتى احنا لما ندعي ربنا سبحانه وتعالى اللهم ايه؟ اغفر لنا ذنوبنا، لان دي ربنا يغفرها لك مباشره بينك وبينه بقى، وكفر عنا سيئاتنا، يكفر عنك سيئاتك، يعني لازم ايه؟ ترد المظالم للناس عشان ربنا يسامحك. لازم الانسان ده يسامحك اللي انت ظلمته عشان ربنا ايه؟ يكفر عنك السيئه دي. حتى لما تدعو دعاء قوي كده تقول ايه؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا، مش تقول كفر عنا سيئاتنا، لا، تجاوز عن سيئاتنا. يعني ربنا يسامحك بقى، بس يسامحك امتى؟ لما البشر يسامحك. تمام؟ ثم القوانين اللي البلد بتظبط بيها اخلاقيات العامه. يعني اقول لكم مثال، مثلا في الثوره بتاعتنا او ثوره اي شعب، لما كان في ثوره بدانا نلاقي ناس حاجه وحشه قوي، وقطاع طرق بقى ومش عارف ايه، وبلطجيه بدات تظهر، ان مفيش قانون بقى في الدوله، الدنيا باظت. لكن لما يظهر القانون ويبقى في قوه في القانون، تلاقي الناس بقى ايه؟ مش عايز اقول كلمه اتلمت، يعني الناس الوحشه اتلمت فعلا. والله انا اثناء الثوره كنت بشوف ناس بتوقف عربيات وتقتل وتذبح اللي موجود فيها، يمكن عندنا في منطقه المنيا كمان، تذبح الناس اللي في العربيه، الاب والام واولاده، وتاخد الذهب وتاخد العربيه كمان، ترميهم تاخد العربيه وتمشي. او تنزلهم وتقول لهم سيبوا العربيه وانتوا اتكلوا على الله بقى، وعايز تيجي تاخد العربيه ادفع فديه عشان ارجع لك ايه؟ العربيه. دي بقى في قوانين تحكمها، لان لا فيه مورالتي ولا اثكس. مين اللي يحكمها؟ القوانين. ده اللي انا اقصده عايز اوصله لحضراتكم. مجمل مصادر الاخلاقيات العامه والمتخصصه يا جماعه، سواء اذا كانت اثكس او مورالتي، جايه منين؟ يا اما قيم انسانيه سماويه ربنا سبحانه وتعالى بعتها مع مين؟ مع الرسل، مع الرسل والانبياء، في كتب سماويه، كتب مقدسه موجود فيها الكلام ده وانت لازم تتبعه. او في حاجات تانية، ثقافات مجتمعيه وحياتيه موجوده في الشعوب باختلاف انواعهم واختلاف ثقافاتهم. حتى احنا بنقول ايه مثلا؟ في اعداد عرفيه، في صلح، في عمده للبلد، في ناس بتقعد كبار في البلد يوفقوا، انت غلطت يبقى خلاص تعتذر، انت غلطت يبقى عليك مثلا غرامه كويس، واحيانا غرامات تبقى جامده جدا، ويحلوا مسائل الحكومه نفسها ما تقدرش تحلها. في بعض المجتمعات في الموجود الكلام ده، وحاجات قويه جدا، خلي بالكم يعني. دي بقى ثقافات ومجتمعات حياتيه، وعادات وتقاليد موجوده، احيانا تبقى عادات وتقاليد كويسه جدا جدا ورائعه، واحيانا تبقى عادات وتقاليد سيئه جدا، وتبقى ضد كمان الشرائع. ماشي؟ خلي بالكم الدين عند ربنا واحد سبحانه وتعالى ارتضاه للبشريه كلها، بس بينزل على الرسل والانبياء بتاعته شرائع تناسب القوم دول وفي الاماكن دي والفتره الزمنيه دي، بناء على صفاتهم.
يعني سيدنا موسى نزل بمعجزات في السحر مثلا. ليه؟ لان هم الفتره اللي كان نازل في الناس دي كانت متميزه بالسحر جدا. الرسول عليه الصلاه والسلام نزل بالقران الكريم معجزه في اللغه بتاعته، عمرهم ما يقدروا يطلعوا ايه واحده او سوره زي القران الكريم. ليه؟ ان هم كانوا مثقفين جدا وكانوا متميزين جدا في اللغه والشعر والبلاغه والحاجات دي، فنزل لهم كتاب من نفس اللغه بتاعتهم من نفس حروفهم وكلماتهم، وطبعا اتحداهم ان يطلعوا حاجه زيها. يبقى دي بتبقى ايه؟ قيم انسانيه موجوده من ربنا سبحانه وتعالى ارتضاها للبشر، نزلت بيحرم عليهم حاجات ويحلل عليهم حاجات بناء على اللي هو يرتضيه ليهم، ثم ثقافات مكتسبه وعادات وتقاليد لشعوب معينه دي موجوده، الاثنين فيهم اخلاقيات عامه او اخلاقيات خاصه. طب لو بصينا على التاريخ كده كان بيقول ايه؟ من ايام القدماء المصريين، ماشي؟ وعلى فكره انا بحب كلمه القدماء المصريين، ما بحبش كلمه الفراعنه. يعني ده موضوع كبير ولو عايزين دوره تدريبيه فيه نتكلم فيه. فالقدماء المصريين كان عندهم وثائق، والحضاره البابليه كان ليها اداب واخلاقيات، وبدات في الطب وكانت ايه؟ موثقه على الورق بتاعهم او على الحيطان والمعابد عندنا في الحضاره المصريه القديمه، فيها حاجات كثيره جدا، قيم جميله جدا جدا. ومصر ام الانبياء وام القيم وام الاديان موجوده، وكنا نقصرها في صوره فراعنه ووحشين والكلام ده، لا ده خالص ده كذب على التاريخ والدين يعني. اخلاقيات الممارسه الطبيه لرواد الطب والعلم في الحضاره العربيه الاسلاميه، وديكوا شفتوا احنا كنا في الفتره الاسلاميه متقدمين جدا جدا فيها، وغزينا العالم غزو جميل طبعا بالدين الاسلامي الجميل والتقدم الحضاري الرهيب اللي كان في كل المجالات مش في الطب بس طبعا. نيجي بعد كده من سنه 1947 ظهرت في العالم حاجه اسمها قواعد نورنبرج بعد تجارب النازيه وهتلر والمانيا والحروب الاولى والثانيه العالميه وحاجات كتيره جدا، بدا يضعوا بعض القواعد والقوانين اللي تحكم الاخلاقيات العامه للناس. ثم ظهر بعد كده في سنه من اول 1964 لغايه 1975 اعلان هيل ناسكي، ده اعلان ده لو عايزين حضراتكم تدخلوا على النت وتشوفوه، فيه قواعد جميله جدا بتحكم البشر والعلاقه بين البشر والتعامل. المنظمات الدوليه لعلوم الطب عملت مجلس ليها ونزلت قوانين للطب واللي هيشتغل في الطب من اول سنه 1975 ورايح. المنظمات الاسلاميه لعلوم الطب من سنه 1982 نظمت حاجات كثيره جدا في الطب وعلاقته بالدين الاسلامي. يعني خلي بالكم في حاجات علميه قويه احيانا بتتعارض مع الدين، وخصوصا مع الشريعه الاسلاميه. يعني دلوقتي دارج قوي الايام دي مثلا عايزين ينقلوا مثلا قلب من خنزير لجسم الانسان. كويس، في ناس بتقول اه انا بنقذ حياه بشر، طب احنا بيحرم علينا اكل الخنزير او اي منتجات من الخنزير، فالطبيعي ان جزء من الخنزير وخصوصا القلب بتاعه ما يتحطش جوه الانسان. الشريعه الاسلاميه بتقول كده، صراع بقى ما بين الشرائع السماويه وما بين العلم والتقدم في العلم. انت بتقول له لا ده محرم عندي مثلا، بيقول لك انت كده ضد ايه؟ ضد التقدم في العلم. ده صراع كبير وهيفضل موجود لغايه ما ايه؟ لغايه ما يتظبط ان شاء الله ويشوفوا بدائل. منظمه الصحه العالميه من سنه 1995 زي ما حضراتكم عارفين ولغايه دلوقتي بتنظم حاجات كتيره جدا وبتدير العالم من ناحيه الصحه. وديكم شفتوا ازمه كوفيد 19 او كورونا وكانت في العالم كله عامله ازاي، ومنظمه الصحه العالميه كانت بتتدخل طبعا وخصوصا في الفاكسين والدول اللي عندها فائض ازاي توديه للدول اللي هي الفقيره وهكذا. طيب هل يمكن للقيود الاخلاقيه انها تحد من الابداع في مجال البحث العلمي زي ما احنا بنقول؟ في قيود اخلاقيه اللي احنا قلنا نسبه الى الشرائع السماويه اللي موجوده ايا كان الشريعه الاخلاقيه اللي موجوده او الشريعه اللي نزلت على الانبياء والرسل. طيب هل هي تحد من الابداع في مجال البحث العلمي؟ ده كان طبعا في كلام كتير زي ما بقول لحضراتكم كده. انا عايزك انت كمان تقول لي انت لاي كفه بتميل، ان هنترك البحث العلمي يبقى بلا قيود ويبقى فيه ابداع وابتكار زي ما بيقولوا، وحتى لو ضد اخلاقيات الشرائع السماويه، ولا لازم نضع له قيود؟ يبقى بحث علمي بقيود اخلاقيه وبحث علمي تاني بلا قيود اخلاقيه. ماشي؟ يعني زي ما بقول لكم بعض السيدات مثلا بتحتفظ بالسائل المنوي مثلا بتاع جوزها قبل ما يموت عشان لو مات خصوصا لو كنت في حروب ولا حاجه، وبعدين ممكن تعمل تلقيح ذاتي لها وتخلف منه بعد هو ما مات. دي حاجه علميه وابتكار برضه في مجال البحث العلمي. وحاجه اسمها احنا بنسميها جيرم بلازما بريزرفيشن،
جيرم بلازم بريزرفيشن، يعني انا بحفظ الجيرم بلازم ده اذا كان مصدره الانسان او حيوان او نبات او مايكرو اورجانيزم او اي حاجه، ثم استعمله بعد كده. انتوا ايه راي حضراتكم في حاجه زي كده مثلا؟ هل انا اتيح للعلم بقى واسيبه كده وافتح له وانقل مثلا قلب خنزير للانسان وانقذ حياته، ولا ايه رايكم؟ اسمع راي او اتنين مثلا كده. تمام يا دكتور، انا فتحت هفتح له مش شات. حاضر تمام. على السريع كده يا جماعه، عايزين البحث العلمي يبقى مفتوح البحر زي ما بنقول، ويعمل اي حاجه حتى لو ضد الدين بس يكون فيها انجاز علمي، ولا نخلينا مع الدين ونمشي بما يتوافق مع الدين ونعمل انجاز علمي برضه، نشوف بدائل اللي هي تتوافق مع الدين. وانا من وجهة نظري يا دكتور هو الرأي الثاني، ان انا اتماشى مع الاول مع الدين وفي نفس الوقت يخدم البشرية، ما نخليش الموضوع كده مفتوح اوبن مايند زي ما بيقولوا، مفتوح البحر زي ما بيقول، بس القيود كده مش قوانين مش تظبط الحاجات دي، حتى لو هيفيد الانسان، حتى لو هتفيد الانسان. على اساس ندور على بديل ثاني يا دكتور ابراهيم، صح؟ بديل يكون ندور على يتوافق بدائل. الشرائع الدينيه. يعني موضوع قلب الخنزير والكلام ده انا كنت متفق جدا جدا وفرحان جدا وسعيد جدا بالموضوع ده، هيبقى فيه بدائل، ولكن فيد مثلا حاجه زي الستيم سيل مع ان برضه تمام. فيها بعض المشاكل، خدت بال حضرتك حاجات المتعارف جميله على جدا ممكن ياخدها من الانسان، ياخدها من الاطفال، بالظبط. ممكن ليها وسيله تانيه. ايوه ما تاخدهاش من حضرتك السلام حيوان، معاك خدها من حيوان عادي مش حيوان محرم. صح ولا ايه؟ بالظبط، صح كده يا دكتور، صح. تمام. حد ليه رأي تاني يا جماعة مخالف لكده؟ السكوت علامة الرضا، يبقى مفيش إن شاء الله. شكرا يا باشمهندس إبراهيم. قيود أخلاقية، قيود أخلاقية. ممكن المايك، مين الدكتور بيقول ممكن المايك؟ بروفيسور هند. حاضر يا دكتور، حاضر. اتفضل يا دكتور هند. دكتور هند، حاضر يا دكتورة هند، حاضر حضرتك، حاضر. اتفضلي يا دكتورة. السلام عليكم، ازي حضرتك يا دكتور؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جدا على المحاضرة الرائعة. طبعا أنا أجينس إن يتعمل بحث علمي بلا أخلاقيات. طبعا أنا أجينس الأبحاث تتعمل على التيو بوتنت والستيم سيل، وإن يكون ده إن أنا آخد مثلا الترقيع الصناعي وآخد البويضة، أو إن أنا أشيل من النيوكليوس، أو إن أنا أغيرها بحيث إن أنا مثلا أعمل زي ما عامل مثلا في دولي وبعد كده يتطوروا إلى الإنسان وأعمل منه استنساخ، أو إن أنا آخد جزء من التلقيح الصناعي اللي هو انا عارفه ان فيهم هيبقى انسان لو انا سمحت له بالتطور العادي، وانا استعمله في المعمل واعمل عليه ابحاث وامشي في سكه غلط بحجه ان انا بنقذ حياه انسان. اللي يبدا بالغلط هينتهي بالغلط في النهايه، وهننتهي بكوارث. وزي ما شفنا دولي ظهر امراض وراثيه خطيره جدا وظهرت كوارث، وحتى لو استخدمناها في التنميه الحيوانيه فاحنا هنعمل كارثه للانسان بأمراض جينية لحيوانات يستهلكها الإنسان. شكرا. دايما دكتور، شكرا لحضرتك. شكرا يا دكتورة هند. حضرتك أنا أعرف معامل في أوروبا يا دكتورة هند بتعمل استنساخ في البشر وبينتجوا أطفال مشوهة وأشكالها غريبة جدا وحاجات صعبة قوي قوي يعني. يعني لو حضرتك شفتيها مثلا كده أنت ممكن تقول أنا هقفل المعمل ده فورا. لكن للأسف ممول طبعا، إحنا بنسميها أموال سيئة السمعة، يعني أموال مصدرها سيء السمعة، بيعملوا فاندنج للمعامل دي عشان عايزين يتحدوا أي حد بيقول لأ ليهم، وخصوصا أي حد بيتكلم عن الدين وإن الدين بيحرم الحاجة دي، بيقول ما ينفعش وعمركم ما تنجحوا فيها، هو دي نوع من التحدي يعني. كويس يعني. أنا حصل معايا شخصين والله وأنا في اليابان، كان في بروفيسور جاي من أستراليا كان بيجي يزور المعمل بتاعنا وبيقعد معانا شهرين كده وبنتعلم تكنيكس جديدة، عنده خبرات عنده هناك في معمله واحنا عندنا في معملنا. فبيقول لي اه والله انت مسلم، انت بتقول الروح دي من امر ربي، يعني ما حدش يعرف الكينونه بتاعتها. لا احنا قربنا نعرف الكينونه بتاعتها. فبقول له عباره عن ايه طيب اللي وصلت له؟ فبيقول لي عباره عن الكتريك بالس، يعني مجرد كده ذبذبات
كهربيه وحاجات كهربا لما شيلها من جسم الانسان خلاص بيموت كويس. قلت له لا ده انت كده قربت توصل ما شاء الله. قلت له انت ما وصلتش لحاجه خالص، الجسم فيه فيه غمضات كهربيه وفي حاجات كده جدا، وده تكنولوجي ربنا خلقه جوه الانسان لا علاقه له بالروح تماما، دي حاجه تانية خالص. قال لي طب ايه؟ قلت له انا نفسي ما اعرفش، والرسول بتاعي بتاعنا كلنا بتاع المسلمين ما كانش يعرف، ولا سيدنا عيسى بتاع المسيحيين ما يعرف، ولا سيدنا موسى ولا غيره ولا غيره، كل الانبياء اللي فاتوا ما كانوش يعرفوا حاجه ربنا خلقها. حتى ربنا قال ونفخنا فيه من روحنا، ربنا يقصد حته منه هو. وفعلا احنا يا جماعه اي جسم الانسان عباره عن فلاش لحم كده وروح، اللحم تتغذى باي حاجه، اي غرائز ربنا خلقها جوانا تغذي اللحم ده، لكن عمر ما الراحه النفسيه والروح لما تتغذى بالقرب من ربنا سبحانه وتعالى، بالطاعه تتغذى بالذكر ربنا سبحانه وتعالى. فعشان كده انا كنت في بلد مثلا بينتحر سنويا 35,000 منتحر سنويا، والبلد عامله وسائل انتحار رسميه، تدفع فلوس تقول انا عايز انتحر بايه؟ اضربك بالنار ولا ترمي نفسك من فوق جبل ولا ندخلك الفرن تولع على طول ولا ايه اللي انت عايزه؟ وعلى قد الوسيله على قد ما صعبه يدفع لها فلوس، لان بعد كده هيعلو همه، لان الموت كان هناك مكلف جدا طبعا. بعد ما يموت هيدخل الجثه النار طبعا وتتحرق، وبعدين تبقى رماد، وياخدوا شويه رماد يرموهم في النهر وشويه تاني في تنينه ويعملوا لهم مدفن ومقبره مكلفه جدا. فكان موضوع الموت مكلف خالص. عشان تنتحر بطريقه قانونيه لازم تحجز ليك دور وتحجز رسميا في الدوله يعني. والحاجه الثانيه كان الزواج برضه غالي جدا. ماشي؟ فشوفوا قد ايه؟ شوفوا عدم وجود اخلاقيات بيعمل ايه؟ شوفوا الناس بتفكر ازاي؟ بره عشان ما فيش عقيده بيفكر بشكل مختلف تماما عننا يعني. بيقول ان احنا متعنتين جدا ضد البحث العلمي. دي حاجه ودي حاجه. طيب. على نعمة الإسلام. نعم الحمد لله رب العالمين طبعا. فعلا الحمد لله على نعمة الإسلام، صحيح الواحد بيسمع حاجات غريبة. ده حقيقي والله، لو عشتها كمان يا دكتور إبراهيم مرة هتحس فعلا إن إحنا في نعمة كبيرة فعلا، وفعلا تحمد ربنا وتقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والحمد لله على نعمة الإيمان عامة، والناس اللي عندها إيمان وعندها عقيدة ده أفضل حاجة يعني. حتى ربنا سبحانه وتعالى خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وسخر لنا كل حاجه عشان يساعدنا على العباده، مش خلقنا عشان نلخبط الدنيا ونلخبط طبيعه ربنا اللي خلقها في الكون، لا طبعا ما ينفعش. طيب لو كان محمد انا عايز ادخل يا دكتور في المحادثه ممكن؟ اتفضل طبعا. ماشي يا دكتور محمد، اتفضل يا دكتور، واي اسئله ثانيه يا دكاتره هخليها في نهايه المحاضره عشان المحاضره نفسها. اتفضل يا دكتور. اشكرك جدا دكتور ابراهيم، اشكر حضرتك جدا دكتور ياسر على يعني هذا العلم النافع والمحاضره القيمه حقيقه يعني، والعرض الممتع. ربنا يبارك في حضرتك. طبعا انا بالنسبه لي انا علوم اجتماعيه ولست علوم تطبيقيه تجريبيه. اخلاقيات البحث العلمي فعلا مطلوبه في كل مجالات العلوم. انا بس عايز اكد كلام حضرتك ونقول ان الاخلاقيات اساسا عموما او الاخلاق، علم الاخلاق نفسه هو اساس الدين يعني، ليس اساس يعني علماني او اساس لا ديني، انما الاخلاق اساسها الدين. فاذا كنا فعلا منطلقين لنمو وتطوير البحث العلمي فلا بد وان نتقيد يعني حقيقه باخلاقيات الدين التي يعني لا بد وان تودي الى نفع للبشريه جمعاء، مش الدينيين بس او اتباع الاديان. ودين الاسلام طبعا هو يعني اللي احنا ننتمي اليه يعني خير مثال على ذلك. فكل ما يدعو يعني الاسلام ليه من اخلاقيات لابد وان نلتزم به حتى في امورنا العلميه كلها، في تجاربنا العلميه يعني لا نحيد عنه، لاننا ان اذا حيدنا عنه لا يكون هنا يعني بحث علمي نافع للبشريه، بل يكون ضر اكيد. ودي لازم يكون مطمئنين لهذا يعني لهذا الامر يعني. كذلك كل اخلاقيات البحث العلمي وليس موضوع يعني الامور التجريبيه يعني فقط يعني. اشكر حضرتك جدا. شكرا لسعاده دكتور محمد، شكرا جزيلا. يعني كمان افكر حضراتكم كمان ربنا حب يصف الرسول عليه الصلاه والسلام سيدنا محمد قال له ايه؟ انك لعلى خلق عظيم. شوف خلق عظيم، ما قالش حاجه ثانيه فيه. ماشي؟
يعني الخلق العظيم ده يعني معناه ان الاخلاقيات بتاعتنا يا جماعه قيمه كبيره جدا جدا جدا، بيتصف بيها خير الانبياء وخير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا ليكم. ونقول على انواع البحوث اللي موجوده من الناحيه الاخلاقيه اللي احنا بنمر بيها في حياتنا. رقم واحد بحوث معمليه، احنا بنشتغل في المعمل، بنشتغل على حاجات كتيره في المعمل. ثم بحوث بشريه تجريبيه، انا بشتغل العينه بتاعتي كائن بشري انسان ماشي ايا كان العمر بتاعه بس انسان، وغالبا ممكن يبقوا مرضى يعني. رقم ثلاثة بحوث بتجرى على البشر لكن غير تجريبية. ماشي؟ يعني ما فيهاش حاجة معينة على جسم الإنسان. ممكن يكون فكر الإنسان زي ما الدكتور محمد كده علوم إنسانية. عايز مثلا صفات معينة في الإنسان أو سلوك معين عايز يعمل عليه بحث تجاه حاجة معينة أو تجاه مشكلة موجودة في المجتمع، بيشوف سلوك الإنسان ده إيه؟ فكره وسلوكه الاثنين دي بتمشي، يبقى دي تجارب على البشر أه، على فكر الانسان وعلى تصرفاته وعلى سلوكه، لكن هي مش على جسمه بتاعته ولا عقار معين مثلا بحطه في جسم الانسان. ثم رقم اربعه بحوث على الحيوانات ايا كانت الحيوانات وخصوصا حيوانات التجارب. طب ممكن تبقى حيوانات صغيره ممكن تبقى حيوانات كبيره. بحوث بيئيه لا تشمل الاحياء، بشتغل على حاجه في البيئه لكن ما فيهاش كائن حي. حاجات مش بايو يعني، انا بشتغل على حاجه ثانيه. يعني ممكن الناس تشتغل في الهندسه على نوع معين من الاسمنت مثلا، بلوكس مش عارف ايه الكلام ده، بس ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش بشر. دي كلها من انواع البحوث اللي موجوده، اللي موجود فيها المفروض يبقى فيها اخلاقيات. خلي بالكم يا جماعه، انا شوف بقول لكم على ايه؟ على الاسمنت او بلوكات الطوب او الحاجات دي، طبيعي علاقتها بالاخلاق دي مهمه جدا جدا. ده الواحد اللي بيعمل مثلا اعمده في مبنى معين، لو قلل عدد الاسياخ الحديد او قلل كميه الاسمنت اللي موجوده ممكن تبقى كارثه للانسان بعد كده، ما فيهاش اخلاقيات، ممكن العماره تقع. ويا ما حصلت ده، انت شفناها كل واحد شافها في مكانه او في بلده او في غير بلده موجود. تمام كده احنا قلنا يا جماعه، يمكن انا ما قلتلكمش البحث العلمي هو مفهومه ايه، ما قلتش لحضراتكم ولا سالتكم ايه مفهوم البحث العلمي، لكن انتوا خدتوها في محاضرات قبل كده مع زمايلنا واساتذتنا اللي ادوكم بعض التدريبات. وقلنا البحث العلمي دايما بيبقى اما فكره بحثيه انا بشتغل عليها بطريقه علميه ومنهج علمي سليم لغايه ما اصل لايه؟ يا اما اصل يا اما اصلح ايه كل مشكله موجوده في المجتمع وانا هشتغل عليها في تخصصي، ممكن يساعدوني تخصصات ثانيه بحيث ان انا احاول اساهم في حل المشكله دي بطريقه علميه سليمه ومنهج علمي سليم وتحليل احصائي سليم للمشكله، او ان انا ايه؟ احل المشكله بالفعل، يا اما ان انا افرض لها حلول او فعلا اتوصل لحلول معينه، او ممكن كمان انتج منتج في النهايه. خلي بالكم المنتج ده ممكن يبقى كتاب، او ممكن يبقى رساله ماجستير او دكتوراه، او ممكن يبقى بحث يتنشر دوليا، او منتج انا استعمله فعلا بايدي ويخش مثلا زي ما قلنا اطباء زمايلنا بتوع الاسنان، ممكن ماده جديده يستخدمها في عمل اسنان ويزرع اسنان بيها، ده منتج ماشي. ممكن ديفايس معينه تنتج، موبايل جديد، تكنيك جديد في الموبايل، في التلفزيونات، في العربيات، في الطيارات، في الحاجات دي كلها اسمها برضه منتجات. يعني زمايلنا في كليات النظريه يا جماعه يعرفوا ان هم برضه ليهم منتج وحاجه موجوده في المجتمع، لان انا بخاطب الانسان جسميا وفكريا زي ما بقول لكم، تنميه بشريه وتنميه موارد بشريه. اي علم يخدم الاثنين دول يعرف نفسك ان انت بتنتج منتج كويس جدا، وان شاء الله تاخد اجر عند ربنا عليه، وكمان يكون في عائد كمان. احنا بنشتغل بحث علمي كلنا بنبص ان يكون في عائد، عائد مادي، عائد اخلاقي، عائد وظيفي، ان انا اترقى في وظيفتي، افيد الناس، اخد ثواب عند ربنا، كله ده ايه؟ نتائج للبحوث بتاعتي. كذلك خدنا انواع البحوث من ناحيه اخلاق البحث العلمي، وعرفنا اخلاقيات العلمي ومصادرها وتاريخ نشاه اخلاقيات البحث العلمي. نيجي بقى كده عايزين نعرف الفوائد المرجوه من اجراء البحوث في اطار اخلاقي. يعني انا لو اجريت البحوث بتاعتي في اطار اخلاقي هيحصل ايه؟ وايه الفوائد اللي هتعود عليا وعلينا كلنا كمجتمع وبشريه عامه؟ ولو عملتها في اطار غير اخلاقي ايه اللي ممكن يضرني؟ كويس؟ ففوائد اجراء البحوث في اطار اخلاقي هيبقى فيه تنميه البشريه مع حفظ الكرامه للانسان، تحقيق تقليل الضرر، وده مهم جدا جدا، عايز فايده باقل الاضرار، وهنقول الكلام ده برضه في كلامنا بعد شويه. بناء الثقه بين المجتمع ومنظومه البحث العلمي. يعني يقول لك ايه؟ احيانا كنت بسمع جمله والله من عشرات السنين كده، يقول لك هو البحث العلمي في مصر عمل لنا ايه؟ طلع لنا ايه؟ احنا استفدنا منه ايه؟ طب ما بص للعالم كله اتقدم ازاي؟ والحمد لله المصريين يساهموا في البحث العلمي العالمي بباع كبير جدا سواء جوه مصر او بره مصر، الحمد لله عندنا علمائنا في العالم
عايز اقول مش بايونيرز بس كمان، لا ده ما شاء الله بيخدموا العالم ويطوروا العالم من خلال وجودهم في الاماكن دي، فاحنا بنعتز بيهم جدا، بياخدوا جوائز عالميه كمان، وحضراتكم عارفين امثله كتيره جدا مش مصر بس، كل العالم العربي والاسلامي وكل العالم حتى الغير اسلامي بيساهم في حل مشاكل البشريه والارتقاء بالبشريه، هو ده البحث العلمي. منع التعارض بين العلم وقيم المجتمع، وده مهم جدا جدا. لو تفتكروا في فتره الحقوق الوسطى كده في اوروبا كان في تضارب رهيب ما بين الكنيسه وما بين اللي بيعملوا بحث علمي، كان صراعات بتصل لحروب وبتصل لقتل القساوسه والناس اللي في المعابد. ليه؟ لان كانوا بيقولوا راي ضد العلم، ضد الحاجه اللي عايزين يعملوها هم، فكانوا بيقاوموهم جدا واحيانا كانوا بيقتلوهم كمان. الاحترام المتبادل والانصاف ده مهم جدا جدا في الابحاث بتاعتنا تصل لكده. انهاء مفهوم ان الغايه النبيله تبرر الوسيله الخاطئه، يعني انا بعمل وسيله بطريقه غلط لان اللي بيقول لك انا غايتي في النهايه او نيتي خير، بس اللي ماشي فيه ماشي غلط زي ما هم الناس بيعملوا كده، يقول لك والله احنا بنعمل حاجات يمكن عكس الدين وعكس الاخلاقيات العامه، بس في النهايه عايزين نوصل لحاجه تخدم البشريه كلها، هم هدفهم كده ماشي. وفي حاجات صغيره برضه حضرتكم عارفينها في كلمه الغايه تبرر الوسيله. طيب الضوابط الاخلاقيه بقى في منظومه البحث العلمي، مين اللي بيضبط المنظومه الاخلاق دي من الاول خالص كده، ومستوياتها ايه وتيجي ازاي؟ يبقى انا نوعيه البحث بتاعي اذا كان في اخلاق ولا لا، ايه اللي يحددها؟ اول حاجه الفريق البحثي اللي شغال على البحث العلمي ده، هم عندهم ميثاق معين للاخلاق وماشيين عليه ولا لا، ومحددينهم من الاول ولا لا. ثم بعد كده المبحوثين اللي انت شغال عليهم، العينه اللي انت شغال عليها، هتوافقك ان تمشي في البحث ده باخلاق ولا بدون اخلاق؟ لو ما فيش بدون اخلاق، لو ما فيش اخلاق يعني، هيمشوا معاك كمبحوثين وكعينه موجوده ولا لا؟ ولا يقول لك لا ده غلط، معلش احنا مش موافقين على دي بس موافقين على دي، وهكذا. طب الاكبر من كده شويه، المؤسسه البحثيه اللي انت شغال تحتها او من خلالها اللي بترأسك، هل المؤسسه البحثيه دي ليها اخلاقيات عامه وليها زي ما اقول قوانين بتاعتها وليها لائحه ماشيه عليها من ناحيه الاخلاق؟ يعني مثلا احنا في جامعاتنا في مصر يا جماعه في لجان لاخلاقيات البحث العلمي موجوده في كل جامعه، واي حد بيخالف كده بيتعرض ان هم بيسالوه بيروحوا له بقى ويعاقبوه كمان. زي ما بقول لكم حد هيترقى مثلا وسرق بحث كويس وراح في لجنه الترقيه بتاعته واكتشفوا ان البحث ده ممكن البحث او اكثر مثلا متروك، او كتاب متروك او اجزاء من كتاب متروك ونسبها لنفسه، العقاب بيجي ازاي؟ زي ما بقول لكم بقى المؤسسه البحثيه عندها قوانين بتطبقها على الموضوع ده. ثم الاكبر من كده الجهات الرقابيه بقى بتاع الدوله اللي بتراقب كل صغيره وكبيره في كل المجالات وفي كل الوظائف، كل الهيئات سواء كانت عامه او حكوميه او خاصه، في جهات رقابيه بتراقب كل الكلام ده ماشي. ودلوقتي طبعا وسائل الرقابه متعدده جدا جدا، حتى في وسائل رقابه على الكترونيه، على المحتوى الالكتروني، على الويب سايتس، على الاكونتس بتاع الناس على الفيسبوك وغيره وغيره، في رقابه اي حاجه بتكتبها مراقبه. حتى احنا بنقول في رقابه للفيسبوك، الفيسبوك العالمي في رقابه، لما تكتب حاجه معينه او في مشاهد فيها عنف او حاجه ضد الدين او شتائم او حاجه يبدا يوقفك وممكن يقفل لك الاكونت بتاعك بالكامل كمان. يبقى في جهات رقابيه كبيره على جهات البحث العلمي اللي بتعمل الابحاث دي داخل الدوله ضد اخلاقيات البحث العلمي. طيب ايه القيم الاخلاقيه الواجب الالتزام بيها في البحث العلمي؟ لازم الحقيقه تكون الحاجات دي حقيقيه، النقد، النقد البناء ماشي، الحريه، بدي الباحث حريه ان هو يبدع بس مع اخلاقيات البحث العلمي، بيان الاختلاف ما بين اللي بعمله وضده، ده مهم جدا جدا ولازم اقول انا مختلف ليه. حتى انت لما بتناقش تعمل ديسكشن في البحث العلمي بتاعك بتقول النتائج بتاعتي مخالفه لفلان وفلان وفلان ليه، وبتفسرها، والديسكشن بتبقى لازم تبقى قويه وتقنع اللي يحكم العمل البحث اللي انت عملته، سواء رساله ماجستير او دكتوراه او بحث تنشره في مجله محليه او دوليه. المسؤوليه، لازم يا جماعه يكون اللي بيعمل حاجه عنده مسؤوليه يعمل حاجه صح، زي ما انت شفت كده الدكتور سويلم كان عنده مسؤوليه، لا ما عندوش، اداها للمعيد عنده والمعيد ما عندوش مسؤوليه برضه، قال لما هو استاذ الكبير اللي مسؤول عن الحاجه دي مش راضي يعملها بنفسه، انا معيد ومش مسؤوليتها، اروح اعملها انا كويسه ومش هاخد مقابل ليها كمان، اكيد جه فكره كده، انا مش هاخد مقابل الحاجه دي وعايز كمان اعمل له 5000 استثماره
وعلى امهات والف انا بقى الدنيا كلها عشان اشوف 5000 سيده عندها اولاد في الثانويه العامه واتعب جدا جدا، لا انا هعملهم واظبطهم كده واعمله مع الطلبه بتوعي، وكمان الباقي هعمله في المكتب عندي نوع من الغش طبعا. الدقه مهمه جدا جدا، الدقه مع الامانه العلميه، الاثنين مهمين خالص في اي بحث علمي يا جماعه. التنظيم لازم حاجه تتعمل منظمه، تنظيم من قبل ما تعمل البحث لغايه ما تخلصه. زي ما بقول لكم التجهيز للبحث يا جماعه بيتعب جدا اكتر من تنفيذ التجربه او البحث نفسه. في شغلي في اليابان مثلا كنت ممكن اقعد اسبوع كامل اجهز المعمل واجهز الادوات وماذا استخدمها والكيتس والاجهزه والحاجات دي كلها عشان اعمل تجربه مدتها مثلا من ساعه لعده ساعات، وانا قعدت اسبوع كامل اعملها. وبعد ما اخلصها كمان في حاجات تانية بتتغسل وبتنضف، حاجات بتتعقم والحاجات دي. ليه؟ شغل منظم. نظمته وعملته هتنجز. وهتنجز كمان في الوقت المناسب بنتائج انت سواء متوقعه او اعلى ما انت توقعت كمان بالتنظيم. الشيء المنظم ناجح، الشيء اللي فيه اداره ناجحه ينجح. الشيء اللي فيه عكس كده اكيد هيفشل. التعاون ما بين اعضاء الفريق البحث نفسه وما بين الباحثين والجهات الايه؟ الاداريه اللي بترأسهم. يكون في تعاون مشترك عشان ينجحوك، مش يبقوا ضدك ويتعبوك ويلاقي واحد ناجح جدا جدا يقفوا ضده ما شجعهوش، واحد نايم كده يقول انت 100 100 ما بتخطئش، لا طبعا ما ينفعش. لازم البحث العلمي والناس القويه علميا لازم حد يساعدها ويعاونها، يعاونها اداريا، يعاونها ماليا، يعاونها بالجهد والمجهود والوقت، ده مهم جدا. التفكير السليم، الباحث الجيد يا جماعه اللي عنده اخلاقيات بحث علمي دايما بتلاقي تفكيره ايجابي مش تفكير سلبي. بيفكر في الانجاز مش يفكر في ضرر غيره ولا يعمل بحث علمي مجهود غيره عشان يبقى هو احسن، لا. تفكير البناء الصحيح مش التفكير الخاطئ. المهنيه احنا بنقولها دايما اللي تخص السكيلز بقى، اقول لك والله الراجل ده المهنيه بتاعته عاليه جدا، بيعرف يتكلم كويس قوي عن تخصصه، بيعرف يشتغل في تخصصه، ما شاء الله عليه عالي جدا. كويس؟ الحاجه الثانيه الموضوعيه، يعني ايه الموضوعيه؟ الموضوعيه هنا معناه ان انا هعمل بحث علمي بطريقه معينه. لو اي حد في العالم في نفس التخصص هيعمل البحث ده لازم يعمله بنفس الشكل. زي ما اقول لكم مثلا انا هعمل التجربه دي بشكل معين واستخدم اجهزه معينه وكتس معينه وماتيريالز معينه مثلا. لو جه غيري عشان يطلع نفس النتائج لازم يعملها بنفس الشكل. تمام؟ طب لو انا قيمت حاجه، قيمت رساله ماجستير او دكتوراه وقيمتها بما يرضي الله مثلا من الناحيه الاخلاقيه ومن الناحيه العلميه وخلاص ارتضيتها تماما، الموضوعيه في الموضوع ان لو حد تاني غير في نفس التخصص هيقيمها بنفس الشكل نفس النتائج. حتى لما بحث بيتقيم يا جماعه بيدوا على الاقل 2 محكمين او 3 ولازم يتوافقوا هم الثلاثه في الايه؟ في الحكم على البحث ده او على رساله ماجستير او دكتوراه، يبقى كذا محكم ليها اللي بيناقش وبيحكم الماده العلميه دي يحكم عليها يعني وبيحكم على الطالب الماجستير او الدكتوراه ويديله الدرجه العلميه ولا لا، كلهم بيتفقوا كلهم هياخدوا الدرجه. دي موضوعيه بقى في تحكيم الشيء بنفس الشكل. تمام؟ طيب نبص كده متى تحدث اخطاء الاخلاقيات في البحث العلمي؟ يعني انا في البحث العلمي بتاعنا ممكن يبقى فيه اخطاء وتبقى موجوده امتى؟ ومدى تاثيرها قد ايه؟ ممكن اثناء تخطيط البحث من الاول خالص. انا خططت غلط للبحث. سواء خططت الجزء العلمي اللي فيه او هياخد وقت قد ايه؟ اديت وقت قليل اكتر من محتاجه او وقت كبير اكتر ما هو عايز. كمان رفضت له مبلغ يا اما صغير وهو هيصرف اكتر من كده، او قدرت له مبلغ كبير قوي وهو ما يصرفش المبلغ ده مثلا. كويس؟ او مشيت على خطه عمل خاطئه، او حددت ايه؟ برنامج همشي عليه. كويس؟ برنامج علمي برضه خاطئ، او منهج علمي خاطئ، او حددت المكان اللي هشتغل فيه مكان خاطئ، او حددت العينات اللي انا مخترعها هتبقى موجوده عندي في البحث بتاعي سواء عينات على الانسان او حيوانات التجارب وعددها او عدد النباتات او كميه مثلا العزلات البكتيريا او الفيروس او الفطر اللي هشتغل عليه ايا كان، حددت غلط. كل ده اسمه تخطيط خاطئ من اول البحث. ماشي؟ ممكن يكون في مراجعه ما سبق ايه نشره، الابحاث السابقه اللي انا جبتها بطريقه غير صحيحه، جبت حاجات قديمه قوي، جبت حاجات كتيره جدا ومعظمها مش هيفيدني قوي يعني، دي اخطاء بتحصل. او جبت حاجات حديثه جدا وعددها قليل، وفي
كان انا شغال على نقطه معينه، وفي حد اول واحد اتكلم عن النقطه دي وطلع نظريه معينه، او حقه ان هو اول اتكلم عليها او اشتغل في المجال ده، وانا ما حطيتوش ريفرنس عندي، يبقى ظلمته برضه. شوفوا قد ايه منهجيه البحث، اخترت منهج خاطئ لا يتناسب مع فكره البحث بتاعتي، ماشي؟ يبقى انا اكيد هطلع نتائج مش هي المفروض المرجوه يعني. اخطاء في جمع البيانات، زي ما بقول انا كده ايه، بدات طبعا عملت التجارب بتاعتي وحددت البيانات اللي انا هجمعها، كاركترز مثلا او كاركترستكس اللي حضراتكم بتقولوها، ماشي؟ جمعت حاجات كتيره معظمها مش مهمه، واهملت حاجات سواء عارفها او انا مش عارفها، ان كان لازم ياخد البيانات دي او لازم اعمل التجارب دي او لازم اشتغل على الجهاز ده، كله اسمه جمع خاطئ للبيانات، او بعمل استبيانات ولا حاجه وعينت وحددت عينت البشر اللي هشتغل عليها لعينه خاطئه فجات لي بيانات خاطئه، او اعتمدت على ناس يجمعوا لي البيانات دي والناس دي مش قد كده ولا اهل ثقه فجمعوا لي بيانات خطا، كل ده ممكن يحصل. او جمعت البيانات صح ودخلتها تحليل احصائي خطا. عشان كده يا جماعه منصه علماء المستقبل بتحدد محاضرات كتير قوي في التحليلات الاحصائيه والديزاين اللي انت بتعمله، الستاتستيكال ديزاين اللي بتعمله، التجارب بتاعتك، لانه ده مهم جدا جدا عشان الحاجه تتعمل لها ديزاين صح من الاول وتتطبق صح ويطلع لها نتائج وتتحل تحليل احصائي صحيح. ده مهم جدا. ثم ممكن يكون الاخطاء في التقرير والاستنتاج والتعميم. انا طلعت نتائج وكتبتها وبعد كده لما جيت اكتبها واعبر عنها كانت اللغه مش مساعداني مثلا، فالتقرير اللي طلع تقرير خاطئ. واحد حكم رساله ماجستير وحكمها غلط لان هو ما قراهاش، ماشي، ما كانش عنده وقت يقراها، او هو مش متخصص في التخصص بتاع الطالب ده او بتاع لجنه الاشراف دي، فحكم عليها حكم خاطئ مثلا، او استنتج منها معلومات لانه مش فاهم، استنتج حاجات غلط ونزل قرارات خاطئه، وممكن واحد يحكم لك بحث ويرفضه لانه مش متخصص. والمجلات القويه العالميه يا جماعه مثلا هتلاقي دايما عندها المحكمين بتوعها ريفيورز ناس متخصصه جدا وناس عاليه جدا. عشان كده في مجلات كيو 1 عشان تبقى كيو 1 لازم المحكمين بتوعها يكونوا فعلا هم كمان كيو 1 على درجه عاليه جدا من العلم، فاهمين كويس قوي في التخصص ده، واللغه عندهم قويه فيقدروا يراجعوا البحث كله لغويا وعلميا، والفورماتنج بتاع المجله كمان ملمين بيها عشان كده يحكموا على البحث صح، واللي هيجي يناقش الطالب يحكم على الرساله صح. عشان كده انا بقول من الحاجات اللي هي اخلاقيات البحث العلمي للمشرف على الطالب بتاعه ان هو يجيب له محكم للرساله بتاعته يكون فعلا في التخصص، ويكون يحكم رسائل كتير قبل كده، مش عشان صاحبه بس وكده وعايز يخدمه وعايز يجيبه ويستمتع معاه بعض الوقت ويعزمه على الغداء والكلام ده فيجيب اي حد وخلاص. لا، دي الاخطاء اللي موجوده في اخلاقيات البحث العلمي مجملها كده دايما في كده او كده او كده. كده احنا دردشت مع حضراتكم في اخلاقيات البحث العلمي والمصادر بتاعتها، اتكلمنا عن مفهوم البحث العلمي وانواع البحوث من ناحيه الاخلاق البحث العلمي، قلنا يعني العلم وفوائدها ايه بتعود علينا بايه، تاريخ نشاه اخلاقيات البحث العلمي والبحوث، الضوابط الاخلاقيه الملزمه في عمليه البحث العلمي، القيم الاخلاقيه اللي موجوده في البحث العلمي، الاخطاء الشائعه بشان الايه البحث بتاعك من الناحيه الاخلاقيه، من اول لما تفكر في البحث من فكرته لغايه تقييمه في النهايه. ده الجزء الاولاني. طبعا انا مش هريح حضراتكم طبعا ولا شاي ولا كلام، ده هندخل على طول في الجزء الثاني اللي هو الارشادات الاخلاقيه الدوليه العالميه يعني لاجراء البحوث على البشر. International او International زي ما بيقولوا Ethics Guidelines for Conducting Human Research. ديفيد هربرت لورنس بيقول ايه؟ Ethics, Equity, and the principles of justice do not change with the calendar. يعني الاخلاق والانصاف ومبادئ العداله لا تتغير بتغير الزمن، ما بتتغيرش مع الكالندر مع الزمن، لا دي حاجات ثابته زمان من ايام سيدنا ادم لغايه ان شاء الله نهايه البشر، كلها الاخلاقيات والشرائع السماويه واحده ما بتتغيرش. احنا بقى اللي بنلعب ونغير بناء على مصالح شخصيه طبعا، وده في البحث العلمي مش موجود. هنيجي بقى في طبعا في جلسه تدريبيه كمان ان شاء الله فيها جزء من اللي احنا بنسميه الكيس ستادي او دراسه الحاله، زي ما انتم قريتوا الجزء بتاع الامهات اللي عندهم طلاب في الثانويه العامه والستريس اللي بيحصل عليهم وتعمل عليها بحث، دي برده حاجه ثانيه برده عايزين الدكتور ابراهيم يختار لنا حد يقراها بعد اذنه. الدكاتره اللي عايز يقراها يعمل ريزو فانت وانا هدخله يقراها مش مشكله.
الله، اختار انا ولا ايه بالظبط؟ تعرف تقرا عربي يا دكتور باين؟ والله يا دكتور بقول لحضرتك النضارة مش معايا عشان كده انا نعرف ان حضرتك صغير يا دكتور باين، نظاره وبتاع والكلام ده، انت صغير على الكلام ده؟ الفترة اللي بقعد على اللابتوب وكده فعملت معايا مشاكل في النظر وكده. يعني ألف سلام عليك. طب شوف لنا ميرسي حد لمساعدتك. بخط رقابي. طيب حد يعمل ريزو في هاند ولا ندخل اي حد دخل ولا؟ طب نختار دكتور هلا صبحي، ممكن تتفضلي يا دكتور هلا ولا ايه؟ طبعا مفيش كسوف في البحث العلمي يا جماعة. طيب يا دكتورة بسمة تاني رافعة ايدي، مفيش مشكلة اتفضلي يا دكتورة بسمة. شكرا دكتور. اتفضلي يا دكتورة بسمة. في إطار اهتمام الدولة والمجتمع بحقوق الطفل، فكر فريق من الباحثين في مشروع بحثي لدراسة مدى انتشار عمالة الأطفال في ورش المنطقة الصناعية بإحدى المحافظات. يضم الفريق البحثي باحثين من كلية الآداب بقسمي الاجتماع وعلم النفس، وباحث من كلية الطب البشري، ويهدف البحث إلى دراسة الآثار النفسية والصحية لعمالة الأطفال. اجتمع الباحثون لإعداد مسودة المشروع البحثي وتحديد الطرق البحثية التي ستساعدهم على الوصول للهدف البحثي، وكانت كالآتي: استبيان لتقييم الحالة الاجتماعية والاقتصادية، استبيان لتقييم الحالة النفسية للأطفال، الكشف الطبي على الأطفال لبيان أثر العمل المبكر على صحتهم، أخذ عينات بول للكشف عن وجود المواد المسببة للإدمان، حيث أظهرت الدراسات السابقة انتشار الإدمان بين عمالة الأطفال. وبعدما استمر الفريق على أدوات البحث، دار بينهم الحوار التالي: دكتور أحمد من كلية الطب، لابد من الانتهاء من كتابة مشروع البحث لتقديمه إلى المراجعة بواسطة لجنة أخلاقيات البحث العلمي قبل البدء في البحث. دكتور نهى من كلية الآداب قسم الاجتماع تقول: وهل نقوم بتجربة دواء جديد على البشر كما تفعلون بكليتي الطب والصيدلة حتى نقدم البحث للجنة؟ دكتور لمياء من كلية الآداب قسم علم النفس تقول: لا تنسى يا دكتور أحمد أن هذا البحث تشترك فيه كلية الآداب، لذلك فليس هناك داعي لتقديمه للجنتكم بكلية الطب. يرد الدكتور أحمد ويقول: وهل لجنة مراجعة أخلاقيات البحث العلمي تختص بمراجعة البحوث الدوائية فقط؟ وهل الكليات الطبية هي التي تجري فقط البحوث على البشر؟ هل يجب أن تكون هناك لجنة لمراجعة أخلاقيات البحث العلمي على النشر في كافة العلوم المختلفة؟ وشكرا. شكرا دكتوره بسمه، ربنا يبارك في سيادتك. يبقى اذا الفكره الجلسه التدريبيه دي كانت عن الكيس ستادي دي، عن مجموعه بتخصصات مختلفه عملوا دراسه على الاطفال اللي هم بيعملوا في سن مبكره، مش كده وبس، ده بيعملوا في ورش المناطق الصناعيه، طبعا في اي ورش موجوده في المجتمعات في سن مبكره، مش كده وبس، اختلف سلوكهم برضو ونشاطهم، وبداوا كمان يتعاطوا بعض المخدرات، ولقوا في عينات البول طبعا اللي حللوها لقوا في بعض ايه متبقيات من مواد مخدره، يعني الاطفال دي تعرضوا للادمان. فالمهم الباحثين بيقولوا ايه؟ ان في البحث ده اللي احنا عملناه بالطريقه دي كان لازم يتعرض على لجنه للمراجعه الاخلاقيه. في لجنه موجوده لمراجعه اخلاقيات البحث العلمي ولا لا؟ واللجنه دي اختصاصها ايه؟ والمفروض الاعضاء بتوعها ايه؟ دي حاجه مهمه عشان تحكم، هل بتحكم الحاجات الطبيه بس ولا بتحكم كمان الحاجات السلوكيه والانسانيه والنفسيه اللي موجوده في البحث العلمي. طبعا انا عايز اوصل لحضراتكم ان اي مكان بحثي
سواء جامعه او بحوث، لازم يكون في لجنه اسمها لجنه المراجعه لاخلاقيات البحث العلمي، لازم تكون موجوده. وهنقول كمان دلوقتي اللجنه دي تركيبها ايه واعضائها ايه ومميزاتهم ايه. ده اللي انا اقصده بايه الكيس ستادي اللي اتعرضت على حضراتكم دلوقتي. شكرا دكتوره بسمه، ربنا يبارك فيك. طيب الهدف العام من الجلسه الجايه دي ان شاء الله مع حضراتكم هي بتهدف لاكساب حضرات المعارف والمهارات والاتجاه الايجابيه اللازمه لايه؟ للاخلاقيات البحوث اللي بتجرى على البشر. ماشي؟ لازم نعرف كمان بالتفصيل، تقدر في نهايه الجلسه دي تعدد المبادئ الاخلاقيه العامه لاجراءات البحوث على البشر، نعمل بحوث على البشر يا ترى ايه الاخلاقيات العامه اللي موجوده لازم يتصف بيها او يعرفها الناس اللي هيعملوا ابحاث على البشر. تعرف اخلاقيات البحوث السلوكيه والاجتماعيه، مهم جدا. تقدر تناقش المعايير الاخلاقيه الدوليه والمحليه لاجراء البحوث على البشر، هل في معايير اخلاقيه في بلدك او في الجامعه بتاعتك او المعهد بتاعك او في الدوله كلها او في العالم كله موجوده؟ اه موجود كل ده. ازاي كمان تختار نقطه بحثيه لها قيمه للمجتمع اللي انت بتجري عليه البحث بتاعك. كمان تقدر تفسر المقصود بالمشاركه المجتمعيه للبحث، دي حاجه يمكن جديده لحضراتكم، المشاركه المجتمعيه للبحث، ودي موجوده في الدول المتقدمه على فكره. تقدر تنقد بحثا من حيث صلاحيته العلميه، تحكم عليه، تقول الايجابيات والسلبيات بتاعته. خلي بالك كلمه نقد يا جماعه دي مش معناها نطلع السيء اللي فيه فقط، لا، النقد للشيء هو اول حاجه تذكر المحاسن بتاعته والايجابيات بتاعته، ثم تذكر الحاجات الثانيه التي تنقصه، حتى ما نقولش عليها سلبيات ولا حاجات، لا نقول ما ينقصه. يعني حتى لما بدرب انا فيه اوتيل اي حد، فبقول يا جماعه المجموعه اللي طلعت او زميلكم اللي طلع ده وشرح حاجه معينه، احنا عايزين نقول بقى ايه؟ ننقده. فنقول ايه الايجابيات بتاعته في الاول احتراما ليه طبعا، ثم نقول ايه الحاجات اللي تنقصه ولازم هو ايه يحسن منها شويه، ما نقدرش نقول سلبيات وهكذا. طيب تقدر تقيم بحثا من حيث استيفائه للمعايير الاخلاقيه الدوليه لاجراء البحوث على البشر، ده مهم. طيب كمان تقدر تقدر اهميه الموافقه المستنيره في اجراء البحوث على البشر، دي مهمه جدا جدا، هنقولها بشيء من التفصيل دلوقتي لزمايلنا اللي بيشتغل في اي مجال في بحوث على البشر. خلي بالكم يا جماعه في بحوث مباشره على البشر وفي بحوث غير مباشره. يعني انا في الزراعه مثلا لما اشتغل على مبيدات وحاجات هتبقى موجوده في المنتج اللي هياكله يا اما الانسان يا اما الحيوان بعد كده، ده برضه بحوث على البشر بس بطريقه غير مباشره. يعني الانسان ده هياكل المنتج بتاعي لو مليان متبقيات مبيدات متبقيات اسمده معدنيه الانسان هيتضر. طب لو اكل منه الحيوان انا برضه بعد كده بتغذى على لحوم الحيوان واللبن بتاعه، يبقى برضه هيجي السلبيات بتاعته على البشر تاني مره تانيه، يبقى دي بحوث على البشر برضه بس بطريقه ايه؟ غير مباشره. كل ده ما يحصلش ان شاء الله الا وعند حضرتك اتجاه ايجابي نحو احترام الافراد محل البحث بتاعك. الناس العينه بتاعتك بتوع المرضى دول انت بتحترمهم ولا لا؟ بتقدرهم ولا لا؟ انت عارفين ان في بعض دول وكده بيعملوا بحوث على البشر من افريقيا ولا الريسنج بقى درجه ثانيه ولا ثالثه بالنسبه لهم، وبيعملوا فيهم البدع لان ما يهمهمش. ماشي؟ لدرجه ان عندنا مخلفات طبيه بياخدوا اعضاء من البشر ويموتوا ولا يهمهم، بيسرقوهم اصلا ويسرقوا الاعضاء بتاعتهم. فدي حاجات اخلاقيات بحث علمي. طيب باتجاه ايجابي نحو ايه؟ احترام الناس دي اللي شغالين في البحث العلمي على الافراد اللي هم موضع البحث او عينات البحث، وضروره تغلب المنافع على المخاطر في البحث. والله انا هعمل بحث على 100 انسان، كم واحد هيتضرر من البحث ده؟ كم واحد ممكن يموت من البحث ده؟ لكن المنفعه العامه قد ايه؟ طب انا هشوف والله انا اعمل على 100 واحد، هل هيموت 2 مثلا والبحث هينجح يبقى فيه حاجات ايجابيه كويسه جدا، ولا هيموت 50 واحد من ال 100 عشان البحث يجرى واطلع منه نفس النتائج؟ لازم نناقش الحته دي. انا بالنسبه لي ال 50 اللي هيموتوا دول مهمين ولا لا؟ طب يموت 2 ولا يموتوا 50 وهكذا، او يتضرروا على الاقل مثلا، مش يموتوا بس يتضرروا، يعني مش لازم توصل لدرجه الموت، ممكن ضرر، والضرر ده ممكن يكون ضرر جسماني جسمي، يعني ممكن يكون ضرر نفسي. مش كل ده في الابحاث اللي بتجرى عن البشر. محتويات الجزء ده المبادئ العامه لاجراء البحوث على البشر، اخلاقيات البحوث الاجتماعيه والسلوكيه، المعايير الاخلاقيه لاجراء البحوث على البشر. طيب لما نقول ما هي المبادئ الاخلاقيه لاجراء البحوث على البشر، يا ترى ايه هي عامه كده؟ انا هقولها لكم لحضراتكم عشان بس ايه الوقت. اول حاجه احترام حريه الفرد اللي هو عينه من البحث بتاعك ده في اتخاذ قراره،
من الاول، والله انا بقول له الشروط بتاعت التجربه بتاعت كذا 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 من اولها لاخرها، ثم ليه هو القرار يحدد انا موافق واشتغل معاك وبعينه في الشغل ولا مش موافق. المريض اللي انا هاخده ده كعينه هو موافق ولا لا، ولا هو مجبر؟ ماشي. ثم المنفعه لدرجه الاحسان، لازم المنفعه اللي هتعود عليا من البحوث على البشر تكون درجه عاليه جدا جدا من المنفعه، لدرجه تصل لدرجه ايه اللي احنا بنقوله الاحسان. ثم العدل، العدل مهم جدا جدا في العينه اللي باخدها. والله انا عندي 100 مريض، يبقى هطبق على ال 100 كلهم نفس التطبيقات، هياخدوا عقار معين او منتج معين احيانا وجسمهم، يبقى كله يتحيي بنفس الشكل، ما يبقاش عندي مجموعه بقى قريبه مني ما حقنهاش كتير، ومجموعه ثانيه احطها في التجربه اللي هو المعدل مثلا بتاع التريتمنت اللي انا بعمله، هيتحقن مره واثنين وثلاثه، في حاجه هتتعمل له مره واثنين وثلاثه، وفي تجربه ثانيه مرتين بس، وفي تجربه لمده ايه مره واحده. فخلي مجموعه كده انا بحبهم دول مره واحده، واللي انا نص نص يبقى مرتين، ومجموعه انا متغاظ منهم مثلا ما يهمنيش قوي او فقراء مثلا، واعمل عليهم ثلاث اربع مرات التجربه. والتكرار بقى الريبليكيشنز والحاجات دي، دي مبادئ اخلاقيه لاجراء البحوث على البشر، لازم يكون ثلاث حاجات دول موجودين. طيب ايه كمان؟ اولا ازاي نعرف كلمه بشر في سياق البحوث على البشر؟ يعني ايه بشر؟ ماشي؟ تعريف كلمه بشر في سياق البحث العلمي على البشر، يعني بعمل بحث على شخص حي. ده ممكن يبقى موجود كده. او مقابلات تفاعليه مع انسان. هساله اسئله وهيجاوبني. ده مهم خالص. ثم مراجعة ملفات خاصة بالبشر دول، الملف بتاعه فيها بياناته فيها أسراره، ده جزء منه خلي بالكم. يعني البشر مش إنسان بس قدامي، لا، الفكر نفسه بتاع الإنسان لو الضغط عليه في الأسئلة ده جزء منه، الملف اللي بيديهولك وفيه أسرار وحاجات ده جزء منه. يبقى البشر كل الحاجات دي، مش مجرد الفلاش بس اللي قدامك، الإنسان اللي قدامك بس، لا. طيب الأسس الثلاثة لاختيار البحث العلمي على البشر، طبعا احترام حرية الفرد في اتخاذ القرار بتاعته، زي ما قلنا بفكر حضراتكم تاني اهو، المنفعة لدرجة الإحسان، العدل في كلهم. طيب أخلاقيات البحوث السلوكية والاجتماعية، إن أنا لازم أراعي القيم الأخلاقية عند إعداد البحث من الأول كده، لما أجهز خطة البحث نفسها واللي هيكون موجود في البحث لازم يكون في قيم أخلاقية من الأول. ثم المشتركين معايا في البحث لازم أعلمهم وآخد موافقتهم قبل إجراء البحث. الموافقة دي كمان يا جماعة المفروض تكون اورال، اسمعها منه ان هو موافق، ثم ماضي ورقه بالكلام ده. حتى يا جماعه الدكتور اللي هيعمل عمليه جراحيه خطيره شويه ولا حاجه بيعمل ايه؟ بيمضي المريض او حد خاص بيه ولي امره مثلا على اقرار العمليه دي مثلا نسبه نجاحها 70%، يبقى نسبه الخطا في العمليه او الانسان ده ممكن يموت 30%، انت موافق ولا لا؟ موافق المريض نفسه، ثم الشخص المسؤول عن المريض ولي امره يعني او المسؤول عنه، اذا كان الزوجه مسؤوله عنها جوزها او العكس، او الاب او الام على اولادهم وهكذا، لازم يكتبوا الكلام ده كتابي وكمان يمضوا عليه قبل اجراء العمليه. التاكد من الرضا التام وعدم الاجبار، انا مش بجبر المريض ده مثلا، خلي بالكم الاجبار ده ممكن بكذا وسيله، والله انا دكتور بتاعك ومش ههتم بيك في المستشفى الا لما دخلت معايا كعينه للشغل البحث بتاعي، او مش هديك الادويه اللي انا بديها لك مجاني في المستشفى لو ما دخلتش معايا في البحث بتاعي، او مش هجيب لك الاكل الكويس اللي انا بديه لك وهامل في الاكل مثلا، انت مش هتدخل في البحث بتاعي. كل ده ما يحصلش طبعا، لازم رضا تام بدون اجبار. ثم عدم اخفاء اي معلومه او الخداع فيها. خلي بالكم في الحته الثانيه برضه، في الحته اللي فاتت، التاكد من الرضا التام وعدم الاجبار ممكن يكون بالفلوس، ان في بعض الناس بتعمل بحوث على البشر بمقابل مادي، والله لو دخلت معايا مثلا في البحث هديك 500 جنيه. هل ده رضا ولا اجبار؟ نوع من الاجبار، لان ممكن هو محتاج ال 500 جنيه دي، ممكن يبقى مبالغ اكبر من كده. فبيجبره بالفلوس اللي هو حاسس ان هو محتاجها. فالراجل بيضطر يواتي عشان الفلوس، مش عشان يخدم البحث اللي هو هيجرى ده. عدم اخفاء اي معلومه او الخداع فيها عن العينه البشريه دول. انا هشتغل على 10 مثلا، لازم اعرفهم كله تماما، كله صغيره وكبيره في البحث. وايه اللي ممكن يحصل اثناء التجارب وبعدها، ولو في سايد افكتس ولا حاجه تحصل بسبب العقار اللي انا هديهولك مثلا او الحقن او الحاجات دي، هيبقى ايه؟ وانت راضي بيها ولا لا؟ مش هقولها له مثلا بعد اجراء البحث نفسه بعد الحقن والحاجات، لا، من اولها من الاول. الامانه في التعامل، زي ما بقول لكم بتعامل معاه زي مع غيري،
10 اشخاص كلهم زي بعض عنده، ممكن يبقى في واحد قريب وواحد مش قريب وحابب احد على الثاني. لا، تحديد مسؤوليات الباحث والمبحوث، انا علي ايه يا جماعه كباحث وانتوا عليكم ايه كعينات شغل يعني مبحثين انا اشتغل عليكم. وخصوصا من الناحيه السلوكيه، يعني انا دلوقتي هشتغل على حاجه معينه تخص اجتماعيات وسلوكات الانسان ده، واخد منه معلومات معينه هكتبها في الاستبيان بتاعي. ماشي؟ المعلومات دي لازم اكون انا امين جدا جدا عليها. في بعض الناس بتخاف ما يرضاش يديك اي معلومات لان مش واثق فيك مثلا. طيب ايه كمان؟ عدم التدخل في قرار المشترك او رايه او سلوكه، والله مش عايز تديني معلومات خلاص، مش عايز تشارك معايا خلاص، اشوف حد غيرك، ما تجبركش. والاجبار زي ما اقول لكم باي وسيله. منع المخاطر النفسيه والجسميه للمشتركين. يا اما ان انا احاول امنعها جدا في البحث بتاعي انا كباحث، يا اما ان انا اقول لهم عليها من الاول واقول ممكن يحصل كذا، ممكن يحصل ممكن ما يحصلش، انتوا راضيين لو حصل يبقى تمام. طيب احترام الخصوصيه وعدم افشاء الاسرار. زي ما بقول لحضراتكم كده، انا خدت بيانات منك وخدت بيانات من غيرك وغيرك وغيرك، ما نقلش البيانات دي لبعضهم، لان ممكن في بيانات تبقى على الزوج والزوجه، وهي تقول حاجه المفروض جوزها ما يعرفهاش، او هو يقول حاجه المفروض مراته ما تعرفهاش، او اي حاجه من كده، اي حاجه فيها خصوصيه يعني لازم ان انا اكون امين عليها. حتى بتشوف الدكتور النفساني مثلا لما بيقعد المريض على شيزلونج كده ويبدا يطلع منه معلومات معينه قد يكون شخص يهمه ما يعرفهاش، يعني ممكن ياخد معلومات من زوجه عندها مشكله نفسيه جوزها ما يعرفهاش، تاريخها زمان ايام الطفوله ولا اهلها ولا كده مثلا، خد منها المعلومات دي يروح يقولها لجوزها، او ياخد معلومات من حد مهم مثلا في الدوله ويروح ينشرها مثلا في الدوله، لا طبعا ما ينفعش، لازم احترام الخصوصيه. مراعاه حقوق مشترك المجموعه الضابطه، في مجموعه ضابطه كده يا جماعه ليهم حقوق معينه في الرقابه والحاجات دي زي ما بنسميهم الام ان اي، الجماعه بتوع المونيتورنج اند ايفالويشن موجوده، اللي بيعملوا مونيتورنج للشغل البحث العلمي ده ويقيموه كمان، ليهم حقوق معينه دي لازم ان انا اديها حقها في المراجعه والتقييم. الاحترام والمعامله العادله للمشتركين جميعا كلهم، انا لازم احترمهم، هم مش اقل مني عشان هم مرضى ولا عشان هم ناس اجتماعيين باخد عليهم داتا ولا حاجه ولا بيانات، انا ما احترمهمش او درجه ثقافتهم اقل مني والكلام ده، لا طبعا. وكلهم زي بعض، معامله عادله ليهم كلهم. احترام المعتقدات الدينيه للجميع، والله انا بعمل دلوقتي بحوث سلوكيه واجتماعيه على مجموعه من اشخاص في قريه معينه، القريه دي مثلا فيها يهود، مسيحيين، مسلمين، كله زي بعضه عندي، مفيش حاجه اسمه ده عشان كذا يبقى نعمل كذا، لا طبعا. في معايير ثمانيه يا جماعه لاخلاقيات البحث العلمي على البشر، لازم كلنا اي حد شغال على البشر لازم يمشي تحتهم او يراعيهم. ايه هم؟ اول حاجه قيمه البحث المجتمعي، انا بعمل بحث ده ليه قيمه مجتمعيه ولا لا؟ هتفيد الناس قوي عشان شغال على البشر دول، ولا حاجه ملهاش قيمه قوي يبقى خلاص ممكن اشتغل على الحيوان ملهاش على الانسان. لزوم المشاركه الاجتماعيه مهمه جدا، كلهم يشاركوا يكون فيهم حاجات اجتماعيات مختلفه، ثقافات مختلفه داخل العين. الصلاحيه العلميه، البحث بتاعي لازم يكون صلاحيه علميه، يعني واخد له موافقه كمان او من ضمن خطه البحث بتاعتي، ما اجيبش حاجه من بره كده او حاجه فيها استغلال شخصي، لا. اختيار الافراد العادل، اختار حاجات العينات كلها شبه بعضها، ما اجيش على حاجه معينه او فئه معينه او جنس معين، اناث او ذكور او كده، واخدهم زياده، لا ما ينفعش. زي ما قلت لحضراتكم غلبت المنافع على المخاطر، والله في شويه مخاطره في البحث ده، لكن المنافع لازم تكون كتيره جدا عشان ان انا اعمل البحث ده رغم مخاطره، لازم يكون المنافع بتاعته ان شاء الله بنهايه التجارب دي تكون عاليه. الموافقه المستنيره من كل الاشخاص اللي موجودين ويمضوا عليها كمان، والبنود بتاعتها كلها يقروها ويفهموها كويس، لو حاجه مش مفهومه، حاجه علميه، مصطلحات علميه ولا حاجه، هم ثقافتهم ما توصلش لدرجه انهم يعرفوا المصطلحات دي او العلم بتاعهم مش دارسين الكلام ده، يبقى لازم انا اشرحها لهم بايه؟ بطريقه مبسطه بما يتناسب مع الدرجه العلميه بتاعتهم. احترام المبحوثين، لازم احترمهم جدا جدا، احس الكلام ده في تعاملي معاهم انا كباحث. ثم المراجعه المستقله، يعني في حد هيراجع لي الكلام ده ملوش علاقه بالبحث بتاعي، لازم جهه ملهاش منفعه. الثمانيه دول لازم يكون المعايير دول موجودين في اي بحث علمي انا بعمله. ماشي؟ طيب
الفئات المستضعفه بقى وشمالهم في الابحاث، في كام فئه مستضعفه موجوده كده في المجتمعات بتاعتنا وبتعمل عليهم ابحاث كتير. طبعا هم مين؟ اول حاجه معناها الفئه المستضعفه دي هي ايه؟ مجموعه من البشر ماشي، الذين لسبب او لاخر، سبب او اخر، لا يملكون القدره على اتخاذ قرار كامل ليهم، ما عندهمش القدره دي لسبب هنقوله بعد شويه. طيب ايه كمان؟ لذلك توجد احتياطات مشدده جدا في اخذ الموافقه المستنيره ليهم اذا كان مجمعا مشاركتهم في البحث العلمي، لازم نشرحها لهم كويس قوي عشان يوافقوا عليها. ممكن يكونش ما بيعرف يقرا ولا يكتب هيبصم عليها والكلام ده، لازم يعرف هو بيبصم على ايه. اقراها له واقراها له باللهجه وباللغه اللي يفهمها، مش بلغه علميه صعبه عليه. طيب ايه الامثله المختلفه للفئات المستضعفه دي؟ نقولها مع بعض كده. اول حاجه الحوامل. الست الحامل دايما ست ضعيفه جسمها وحمل ومشاكل بتحصل عندها، لو انا شغال على الحوامل لازم اعتبرهم صفه مستضعفه وان انا اراعيهم جدا جدا، ما اسقلش عليهم في البحث العلمي، اعمل لهم مشاكل في الحمل بتاعتهم، او انا ياخدوا حقن ولا حاجه ولا مواد مثلا صيدلانيه تضر الحمل بتاعهم او تضرهم هم، لا كله ده بعتبره صفه فئه مستضعفه لازم اراعيها كويس جدا. في ناس كمان مضطربين عقليا وسلوكيا ماشي، في كبار السن يعني، في ناس اللي موجودين في المصحه النفسيه ماشي، دول بيبقى عندهم ظروف معينه في مشاكل سلوكيه ومشاكل عقليه عندهم، لازم اراعيهم طبعا كفئه مستضعفه. الطلاب اللي عندي وانا متحكم فيهم بكورس بدرسه لهم ماشي، وهم طبعا لازم يسمعوا كلامي عشان ينجحوا في المقرر ده، بالنسبه لي فئه مستضعفه. العماله القريبه من الباحثين، انا دلوقتي خدت عينه من الناس اللي شغال عليها قريبين مني في القرابه، لازم ان انا ايه يعتبر بالنسبه لي فئه مستضعفه، ان انا ما اجيش عليهم بقى عشان قرايب او احابيهم واقلل التجربه عليهم ويبقى قاطع على ناس ثانيه، لا. الناس اللي بتعاني اجتماعيا والعاطلون ومرضى الطوارئ، الناس العاطله اللي ما عندهاش شغل ولا ليها مصدر رزق، الناس اللي فئه اجتماعيا ضعيفه جدا وما عندهمش ايه يعني، ساكنين في مكان صعب كده مش بيتعلموا، جهله الكلام ده، مرضى الطوارئ برضو دول فئه مستضعفه. في ناس ثانيه زي ايه؟ زي الاقليات، يعني دوله مثلا فيها جنس معين كبير كده وزي ما بقول عائله كبيره جدا مثلا وعائلات، وفيهم شويه اقليات جايين من دول ثانيه، بالنسبه لي دول فئه مستضعفه. السجناء الموجودين في السجون ولا يحملوا قرارهم، محبوسين، دول فئه مستضعفه. المشردين اللي ما لهمش مأوى وعايشين بقى تحت الكباري وفي الشوارع والكلام ده، لما اعمل عليهم بحث دي بالنسبه لي فئه مستضعفه. طيب من وجهه نظرك كده كيف ترى حجم التناسب بين المنافع والمخاطر في البحث العلمي على البشر؟ احنا قلنا اهو فوائد المرجوه والمخاطر المحتمله في البحث العلمي، في فوائد مباشره وفي فوائد غير مباشره، دي انواع الفوائد. طب انواع المخاطر، في مخاطر نفسيه، في مخاطر اقتصاديه، في مخاطر قانونيه، في مخاطر بدنيه، في مخاطر اجتماعيه. لازم اشوف البحث بتاعي في المخاطر دي كلها ولا حاجة منها أو حاجتين أو ثلاثة موجودة، دي أعتبرها مخاطر وأخلي بالي منها في البحث العلمي. طيب من وجهة نظرك ما هو مفهوم الموافقة المستنيرة وما أهميتها؟ أنا لما أقول لكم موافقة مستنيرة يا ترى إيه؟ بصوا زي ما أنتم شايفين هو كلام كتير بس أنا هقوله بسرعة. إن أنا بدعو الناس للمشاركة في البحث بتاعي، في حرية رفض أو موافقة للمشاركة أو الانسحاب من البحث. الغرض من البحث والإجراءات بتاعته لازم يكون عارفينها ومكتوبة. تصميم البحث والطرق البحثيه هيمشي عليها بس بايه؟ الطرق بتاعته والتصميم هم يبقوا عارفينها برضه. مده البحث وعدد الزيارات اللي هروح لها، ولا البحث ده هياخد اسبوع ولا شهر ولا سنه، انت هتتعبهم لمده قد ايه؟ وهيشوفوك قد ايه؟ كم مره يعني؟ المقابل المادي لو موجود وتقول لهم قد ايه؟ لان ممكن يبقى قليل ما يستاهلش التعب اللي هيعملوه ده، او كتير ويفرحوا بيه. ابلاغ النتائج للحالات بعد البحث، لازم انا عملت عليكم بحث يا جماعه هقول لكم نتائج البحث بتاعتي، لان ممكن نتائج البحث يا جماعه لاشخاص كده المفردين عينات تكون مفيده جدا ليه. انا بعمل بحث على حاجه موجوده مثلا جواه، زي مثلا بعمل بحث على السكر مثلا، الناس اللي عندها سكر وهو ما يعرفش ان كان عنده سكر واكتشفت ان عنده مشكله سكر من انهي نوع يعني، لازم اقول له عليه. زي مثلا الحملات اللي كانت بتتعمل علينا كلنا ونروح نحلله كده ونشوف عندنا فيروس سي كان موجود ولا لا، او السكر موجود ولا لا، او الامراض المزمنه وحاجات كتيره جدا. لما تتعرف فورا بيقول لك نتيجه الايه؟ نتيجه التحليل بتاعك او نتيجه البحث بتاعك بيعرفك.
الفوائد المباشره وغير المباشره للبحث ده لازم تعرفها له من الاول. المخاطر وطرق تقليلها وعلاجها برضه تعرف في مخاطر كذا كذا، وانا عامل حسابي هتقي شرها ازاي او لو حصلت اعالجها ازاي. احترام الخصوصيه والسريه وخصوصا في البيانات بتاعت اللي انا باخدها على العينه اللي بشتغل عليها. اسماء الباحثين ومؤسساتهم والتمويل والجهه المموله والتعويض ان لزم. كله لازم مين اللي شغال في البحث يا جماعه؟ مين بيديره؟ حضرتك بس ولا معاك مجموعه من الباحثين؟ طب تحت انهي مؤسسه؟ طب في تمويل؟ طب التمويل ده جاي لك منين؟ هل ليجل ولا الليجل؟ كل ده لازم يعرفوه. العلاج المقدم مجاني لا قدر الله لو في سايد افكتس على البحث ده. انا هديك هعالجك مجاني لو حصل لك مشكله. كمان لجنه اخلاقيات البحث العلمي اجازت البحث ده من ناحيه الاخلاق البحث العلمي ولا لا؟ عدى عليها وقيمته واجازته انه يتعمل ولا لا؟ ده مهم. ارقام الباحثين ورئيس لجنه اخلاقيات البحث العلمي لازم كل الباحثين يعرفوها. لو حصل له اي مشكله يقدر يتصل بيك تنقذه. وكذلك لو مشكله اخلاقيه في البحث وانت هو يتصل باللجنه بتاع اخلاقيات البحث العلمي، انقذوني من كذا وكذا ومن البحث اللي بيتعمل علينا ده. كل ده لازم موجود في الموافقه المستنيره. فوق وموافقين على الكلام، موافق تحت، او مش موافق ويبعد. طب في لجنه مراجعه الاخلاقيات البحث العلمي عشان تتشكل شروطها ايه؟ اولا يكون فيها رجال وسيدات، ماشي؟ الجنسين يعني موجودين ذكور واناث. ان تضم قانونيين ورجال دين، لازم اللجنه دي يا جماعه بتاع الاخلاقيات البحث العلمي لازم يكون فيها ناس يعني يفهموا في القانون كويس قوي، وناس يفهموا في الدين والشريعه والشرائع بتاعتنا كويس. فيها متخصصين كمان من المؤسسه، من المؤسسه نفسها. يعرفوا الاداريات ويعرفوا كمان الايه؟ الحته العلميه دي. اللجنه دي مستقله تماما عن اداره المؤسسه. يعني تحكم عليها وتديها قرارات وتتنفذ. فيها ناس غير متخصصه من المؤسسه، يعني فيها ناس متخصصه من المؤسسه وناس غير متخصصه، الاثنين موجودين. يمكن استضافه خبراء لو حاجه معينه حصلت ومش عارفين نبدل فيها راي، اجيب خبير في المجال ده يحدد لي بقى اذا كان الحاجه دي صح ولا غلط بحكم خبرته. فيها اعضاء من خارج المؤسسه من بره يبقوا موجودين من المجتمع اللي موجود اللي انا شغال فيه او اي حاجه، العمده او كده او غيره مثلا. لازم اللجنه دي واعضائها تستبدل دوريا، ما يبقوش بقى لهم 10 سنين ولا 20 سنه هي نفس اللجنه، لا انا حدد لها مثلا سنتين او ثلاثه وبعد كده تتبدل وتغيروا عشان بقى ما يكونوش حاجات يبقى في استمتاع بقى ومش عارف ايه والكلام ده. مراعاه تضارب المصالح مهمه جدا جدا، ما يبقاش حد مثلا في اللجنه دي موجود عضو من الاعضاء ومعاه احد الباحثين قريبه ولا ابنه ولا اخوه ولا كده، لا ما يبقاش فيه تضارب مصالح بينهم. طيب كده احنا قلنا مع بعض المبادئ العامه لاجراء البحوث على البشر، اخلاقيات البحوث الاجتماعيه والسلوكيه الاسس بتاعتها والقواعد، كمان المعايير الاخلاقيه لاجراء البحوث على البشر، الموافقه المستنيره والاسس بتاعتها كلها والبنود بتاعتها، اللجان الاخلاقيات البحث العلمي ومكوناتها وشروط تشكيلها، ده كله قلنا. ماشي يا جماعه؟ لعبت ولا لسه؟ والله يا دكتور شرح حضرتك سلس جدا ما شاء الله، ربنا يزيد سيادتك يعني، ومستفيدين جدا مع حضرتك. تعبوا قولوا لي، احنا يعني كده تقريبا بقينا الثلث ولا حاجه، خلصنا الثلثين يعني. لو تعبتوا قولوا لي. الجزء الثاني ان شاء الله هناخد بقى ايه؟ اخلاقيات اجراء البحوث على حيوانات التجاره، يعني خلصت البشر ده مهم جدا، ثم نقول على حيوانات التجاره. Ethics of research on laboratory animals. Jeremy Bentham بيقول the question is not can they reason nor can they talk but can they suffer. ده مهم جدا. يبقى ليست القضيه ان انا بشتغل على حيوانات البشر دول هل هم بيفكروا؟ لا. هل هم بيتكلموا عشان يشتكوا يقول انا اي تعبان يقول لي بيتعبني؟ لا. لكن هل هم بيعانون ويتالمون من البحث اللي انا بجري عليهم؟ اه. ده اكيد، ولازم تراعي الحته دي جدا. انا لازم تحس بيهم ان هم بيتالموا، ده كائن حي في روح وجسد بيتالم زي ما انا بتالم. طيب الهدف العام يا جماعه من الجلسه دي اكتساب حضراتكم ان شاء الله بعض المعارف والمهارات والاتجاهات الايجابيه اللازمه لاجراء البحوث على حيوانات التجاره. حضرتك في النهايه كده لازم تقدر تحدد مجالات استخدام الحيوانات حيوانات التجارب اللي بستخدمها ايه في البحث العلمي بتاعي؟ وايه هي حيوانات التجارب دي؟ تعدد الشروط اللازمه لاجراء البحوث على الحيوانات، في شروط عامه كده لاجراء البحوث على الحيوانات لازم ان انا اكون عارفها.
تقدر تميز الجوانب الاخلاقيه في اجراء البحوث على الحيوانات دي، تبقى عارفها تظهر اتجاه ايجابي نحو تطبيق اخلاقيات البحث العلمي على الحيوان، ما تخليهاش كده ايه ده تقول ده حيوان بقى مش هيتاثر ولا حاجه زي البشر يبقى انا امشي اي بحث عليه، لا طبعا. اتكلم عن استخدام الحيوانات في البحث العلمي، اتكلم على الجوانب الاخلاقيه في اجراء البحوث على الحيوانات، هنتكلم على شروط اجراء البحوث على الحيوان. طيب يا ترى ايه اوجه استخدام الحيوانات في التجارب العلميه بتاعتنا يا جماعه؟ متى تراعى الجوانب الاخلاقيه في اجراء البحوث على الحيوانات؟ اول حاجه في موضوع البحث انا بحطه من الاول كده، الموضوع ده اللي انا شغال عليه ده يحتاج مثلا 1000 حيوان 2000 3000 كتير قوي، يبقى موضوع البحث نفسه لازم يكون عايز عدد قليل من الحيوانات. كمان تصميم البحث، التصميم بتاعه زي ما بقول لكم تجربه واحده ولا كذا تجربه وتتعاد كم مره، يعني معناها استخدم سامبلز من حيوانات كتير حتى لو كانوا في اقراص او ارانب او غيره. تنفيذ البحث، في تنفيذ البحث نفسه في جوانب اخلاقيه لازم اراعيها، ماشي، في ان انا مثلا الحيوان لما اعينه حاجات معينه مثلا وبعدين هذبحه، كم حيوان هيتذبح وكم حيوان هيتفقد، وعينه الدم اللي هاخدها كمان هعمل فيها ايه، دي حاجات في تنفيذ البحث، ماشي. شروط اجراء البحوث على الحيوانات، بصوا يا جماعه لازم الغرض نفسه يكون ليه اهميه كبيره جدا في البحث اللي نعمله على الحيوانات دي، خصوصا تكون حيوانات مهمه، يعني بعض الناس بتعمل ابحاث على حيوانات كبيره، على الارانب، ماشي، على الغزلان، على حاجات مهمه في المجتمع يعني. تجنب التعذيب والالم، ما يكونش في تعذيب ولا الم للحيوان اثناء التجربه بقدر الامكان يعني. عدم وجود بديل، يعني ما فيش حيوان تاني اقل قيمه منه انا ممكن استخدمه بداله. انا اشتغل على الارانب يبقى التجربه دي افضل حاجه ليها هي الارانب، غير كده لو الفئران تنفع طب ما انا اشتغل على الفئران احسن، لان الارانب عندي قيمه اعلى من الفئران. لازم يكون في بيت للحيوان مناسب اثناء اجراء التجربه، ويكون بيت ده مناسب لحياته، ما احطوش مثلا في مثلا في قفص ولا حاجه والقفص ده هو ما بيعيش فيه اصلا، او هيبقى مرهق ليه جدا اثناء فتره التجربه ممكن يموت منه. العدد المناسب، والله انا محتاج 10 يبقى 10، محتاج 100 يبقى 100، ما ينفعش ابقى مثلا محتاج 100 واجيب 1000 حيوان خصوصا لما يكون ببلاش مثلا، لان حيوانات التجارب دلوقتي بقت غاليه. لازم يكون في اذن لاجراء التجارب على الحيوانات دي، اذن من المعهد او الكليه او الحاجه اللي انا شغال فيها. اختيار النوع المناسب لاجراء عليه، زي ما بقول لكم المايس مثلا او الراتس هي اللي تنفع في الشغل يبقى ده رقم واحد. طب وبعد كده في طيور، في ارانب، في قرده، في خنازير، في حاجات اكبر من كده، حيوانات كبيره، لا اختار الحاجه المناسبه للبحث بتاعي. طيب استخدام الحيوانات في البحث العلمي، الجوانب الاخلاقيه في اجراء البحث العلمي، شروط اجراء البحوث على الحيوان دي قلناها مع بعض. نيجي بعد كده يا جماعه، انا لخصت الجزء بتاع الحيوانات ده لانه ايه؟ ناس متخصصه معينه اللي بتشتغل على الحيوان، انا عم كتير مننا بيشتغل على الحيوان. اخر جزئيه اللي هنقولها بقى اخلاقيات النشر العلمي والاشراف. Ethics of scientific publication and supervision of research. الملك سلمان بن فهد العقدة، أو ده مش ملك، ده حد مشهور جدا يعني، كان أمير على ما أظن، بيقول لك copy correctly and present the evidence for what you claim. يبقى كنت بتنقل الحقيقة، ماشي، لازم تتحرى صحة النقل ده، تنقل الحاجة صحيحة الشخص اللي قالها بالفعل وزي ما قال بالظبط وهو اللي قال مش غيره، ما تنسبش الحاجة دي لحد غيره وما تجيبهاش زي ما هي كده، ودي هنقولها طبعا. وإن كنت مدعيا لازم يكون عندك دليل، هتدعي لحد معين إنه قال الكلام ده لازم يكون عندك دليل إن قاله، أو إن هو ما قالهوش، أو هو عمل البحث ده لازم يكون عمله، ما ينفعش ما عملوش وتقول ده اللي عمله، أو ما ينفعش يكون عمله ثم ما عملش كده، أو قال الرأي بتاعه ده وهو قال رأي العكس، طبعا ما ينفعش. وتقول الحاجة دي إيه بتفصيل وبدليل. الجلسة دي تكسب حضراتكم إن شاء الله بعض المعارف والمهارات والاتجاهات الإيجابية اللازمة حول أخلاقيات النشر والإشراف العلمي للأساتذة والطلاب بصفة. لازم حضرتك تعرف نهاية الجلسة إن شاء الله تقدر تعرف ماهية الاستحقاق والمسؤولية في التأليف العلمي. تعدد الشروط الأخلاقية في النشر العلمي، نشر علمي الدولي أو المحلي لمادة علمية، ترى إيه الشروط الأخلاقية بتاعتها؟ تحدد المسؤوليه الاخلاقيه لمحرري المجلات العلميه في عمليه التحكيم، الايديتور بتوع المجلات اللي انا ببعت لهم عشان يتنشر المانوسكريبت بتاعتي او البحث بتاعي، يا ترى ايه المسؤوليه الاخلاقيه؟ عندهم اخلاقيات ولا لا؟ وهنقول انواع الاخلاقيات دي. اللي احنا عايزين نعرفه ان شاء الله من اهداف تفصيليه
انا ابتدي اطبق القواعد الاخلاقيه لابلاغ البحوث ونشر المعلومات عشان تنشر الابحاث دي وتنشر المعلومات بتاعتها في قواعد اخلاقيه معينه، تطبق اخلاقيات الاستاذ في الاشراف العلمي على الطلاب بتاعته بطريقه ايجابيه، ونقول منها كمان يا جماعه ازاي الطالب بيختار الاستاذ بتاعه. يعني هل يحق الطالب الماجستير او الدكتوراه انه يختار المشرف الرئيسي بتاعه او المشرفين التانيين؟ هنقولها بالتفصيل دلوقتي ان شاء الله. ثم اخلاقيات الاستاذ ده او لجنه الاشراف على الطلاب بتاعتهم تكون اخلاقيات بحث علمي، واخلاقيات فيها اخلاقيات عامه، وفيها اخلاقيات كمان ايه شخصيه، يعني فيها اسكس وفيها موراليتي. طبعا تظهر اتجاه ايجابيا نحو الالتزام باخلاقيات النشر والاشراف العلمي لو حضرتك في المكان ده. طيب حول تاليف والنشر العلمي والتحكيم ده جزء من اللي هنقوله دلوقتي. القواعد الاخلاقيه لابلاغ عن نتائج البحوث، انا ابلغ عنها ازاي بطريقه اخلاقيه فعلا النتائج دي نتجت من ابحاث بتاعتي بالفعل ومن تجارب بالفعل، ولا انا مالفها، ولا نتجت حاجات وانا كاتب عكسها؟ كل ده هنقوله. ثم اخلاق الاستاذ في الاشراف العلمي على الطلاب بتوعه ان شاء الله. ايه الجوانب البحثيه التي يعتبر القائم بها من المؤلفين البحث؟ انا عندي بحث دلوقتي، بتقول البحث ده بتاعي، ماشي؟ طب انت ساهمت بايه عشان تقول ده بتاعي؟ لو حد مثلا كان ليه دور في وضع الفكره بتاع البحث او تصميم البحث يبقى هو جزء منه، يبقى مؤلف من المؤلفين او جزء من الحقوق بتاعت ليه حقوق على البحث ده او على الكتاب ده او على رساله الماجستير او الدكتوراه دي. لو واحد قام بتحصيل البيانات او تحليلها او تفسيرها لكن ما كانش ليه دور في الفكره ولا التصميم، يبقى جزء برضه من المؤلفين، ليه دور، جزء من، هو اوثر من الاوثرز. كتابه مسوده المقاله اللي هي الورقه البحثيه يعني، ماشي، تاليفا او مراجعتها فكريا، يعني حد هو اللي كتب، انت اديته نتائج وبيانات هو كتبها، او في حد تاني كتبها وحد بيراجعها من الناحيه العلميه ومن الناحيه الفكريه ومن الناحيه اللغويه، يبقى برضه مشترك فيها. طيب الموافقه النهائيه على النص الذي ينشر، لو حد ليه دور ان هو بياخد القرار زي رئيس القسم مثلا في بعض الاماكن، يعني بره مثلا في بروفيسور واحد للديبارتمنت عامه كله، هو وان بروفيسور وتحتيه ممكن يبقى في اسيشيت بروفيسور وفي ناس بوست دكتور شغاله وفي طلبه ماجستير وطلبه دكتوراه ممكن طلبه البكالوريوس او الليسانس، مين بيرأس الكلام ده كله؟ اللي هو البروفيسور ده بياخد موافقه للحاجه دي انها تتنشر ولا لا، لكن ما كانش ليه اي دور في الثلاث حاجات اللي فاتت، برضه هو جزء من، يعتبر جزء من المؤلفين، لان من غيره مش هيتم الكلام ده. طيب المعايير الاخلاقيه للنشر العلمي، لازم كل مؤلف يا جماعه يكون قد شارك بدرجه معينه ومقبوله في البحث. حتى لما تيجي تقدم بحث في الترقيه في اللجنه العلميه الدائمه بيقول لك حدد لي نسبه المشاركه بتاعتك في البحث ده قد ايه؟ كام في الميه؟ انت شاركت في البحث ده بكام في الميه؟ تكتبها له كده لكل بحث. نسبة الأبحاث السابقة للمؤلفين بتوعهم، والله الناس المؤلفين دول عملوا أبحاث قبل كده كتير، نسبتهم قد إيه؟ طبعًا في دلوقتي سيتيشنز وفي حاجات كتيرة جدًا وفي حاجات تقيم الباحث وتقيم إنتاجه العلمي لسنوات طويلة، وأنتوا عارفين طبعًا الهيئات اللي بتقيم والحاجات اللي بتقيمها إحنا بنعملها إزاي؟ على جوجل سكولر مثلًا بيحدد لك حاجات كتيرة خالص زي الإتش إندكس مثلًا وغيره للمؤلف. ذكر النتائج المخالفة للبحث الحالي، يعني أنا بعمل بحث أهو في نتائج قبل كده سابقه كانت مخالفه تماما ليا، يا ترى ليه؟ لازم اقولها. وهم طلعت معاهم نتائج مخالفه ليه؟ وانا طالع نتائج مختلفه ليه؟ لازم تقول السبب في الدسكشن بتاعتك طبعا. ده يجب عليك اخلاقيا لازم تقول كده. ولازم يعني حقوق الناس اللي قبل كده في الدراسات السابقه ما تقولش عليها حاجه وحشه، ولا تشتم عليهم ولا كلام من ده. ولا تقول عليهم كان ينقصهم حاجات علميه او كده، وتقول حاجات تبقى شتيمه بس بطريقه غير مباشره، لا ما ينفعش. اخلاقيات البحث العلمي والنشر العلمي الدولي ما تتيحش لك ان انت تعمل كده. اعلان النتائج بين العلماء قبل العامه، ده مهم جدا جدا. زي ما احنا بنقول حتى يا جماعه اي ديبارتمنت موجود في اي مكان بيحدد خطه بحثيه معينه لمده مثلا 5 سنوات لقدام. وانت عملت ابحاث، مين اللي هتطلعه اول حاجه؟ والله تقول انا عملت ابحاث كذا وكذا وطلعت نتائجها كذا او بعض نتائجها كذا. ده انت بتقوله مثلا في صوره سيمينار، يعني بعض الاقسام بتعمل سيمينار كل فتره معينه مثلا. احنا بنعمل سيمينار كل شهر مثلا الناس اللي بتشتغل، وتقول النتائج اللي طلعتها بتاعتها، وهل متوافقه مع خطه البحث اللي مقدرها القسم ولا الكليه ولا لا؟ ماشي؟ البحوث بتاعتنا كل انواع المراكز البحوث ومحطات البحوث اللي موجوده في البلد بيحددوا خطه بحثيه معينه.
لو انت عايز تعمل بحث وفكره بحث جديده، لازم الفكره دي تكون تندرج تحت خطه المعهد او الايه المحطه البحوث اللي انت بتنتمي ليها. اعطاء كل المشاركين حقهم، لازم كده كل مشارك يا جماعه ياخد على قدر ايه، على قدر مشاركته في البحث، حتى لو في جائزه للبحث ده، دي الجوائز موجوده ومتعدده، جائزه محليه او دوليه، لازم تتوزع على كل المشاركين بنسبه طبعا تعبهم ومشاركتهم في البحث. ايه المسؤوليه الاخلاقيه لمحرري المجلات العلميه والمحكمين يا جماعه؟ والله دلوقتي احنا بنقدم ابحاثنا للمجلات وخصوصا المجلات الدوليه، ليها اديتورز وليها ريفيورز. يا ترى ايه المسؤوليه مش العلميه بس، الاخلاقيه كمان، بتحكيم الابحاث بتاعتهم في اداره الابحاث من قبل الايه؟ الاديتورز او محررين المجلات دي. اول حاجه مراعاه المعايير الاخلاقيه قبل قبول البحث او النشر للبحث ده. البحث زي ما بقول لكم عشان يتنشر دوليا مثلا بتحكم فيه ثلاث حاجات. المحتوى العلمي بتاعه وموجود فيه اخلاقيات بحث علمي ولا لا، متوافق مع الفورمات بتاع المجله. فمن ضمن التحكيم والبحث يتقبل للنشر في المجله دي او لا، اذا كان فيه اخلاقيات علميه ولا ما فيهوش. والمجله الدوليه القويه المعترف بها دوليا وليها دعم كمان من جهات بيهمها البحث العلمي، عمرها ما تدعم مجله بتنشر ابحاث غير اخلاقيه، مش ممكن. ثم المراجع المحكم ده لازم يكشف عن تضارب المصالح بتاعته، يعني ايه؟ يعني احيانا مثلا في بعض المحكمين بيختلف سياسيا مع صاحب البحث ده او اصحاب البحث من دوله معينه، لازم يقول يا جماعه اه والله انا مثلا انا حكم بحث واحد من اسرائيل مثلا، وانا بكره اسرائيل واي حاجه تجيلي من اسرائيل، فمش هينفع ان انا احكم البحث ده هظلمه، حتى لو علميا قوي هظلمه، والعكس طبعا يبقى موجود كده. محكم من دوله معينه وبينه دوله ثانيه مثلا في مشاكل بينهم، وجاي لاسم الباحث ده من الدوله الفلانيه، فانا اقول من الاول كده ايه؟ لا انا مش عايز احكم البحث ده، دي حاجه. الحاجه الثانيه ممكن صاحب او ابني او معايا في الشغل او زميلي في القسم ده مثلا، وانا بينه وبينه مشاكل مثلا، لا ان انا اعتذر عن تحكيم البحث ده. ان غالبا قلبي هيجي معايا او في التحكيم هيقول لي لا ده عمل فيك كذا وكذا وكذا سقطوا البحث. او اه ده حبيبي ومش عارف ايه وبيعمل لي شاي والكلام ده، نجح له البحث ده والبحث كله ما يستاهلش اصلا ينجح ولا يتنشر في المجله دي، وانت تكون راجل محكم دولي قوي في المجله دي وكل الناس عندك تبقى سواسيه بقى، كل ابحاث تبقى عندك انت بتحكمها ثلاث حاجات بتحكمهم فيها يبقى خلاص، مهما كان صاحب البحث ده ايه او جاي منين. كمان عدم الحكم او على المحكم عدم الاستفاده الشخصيه من العلم المطلوب مراجعته، يعني والله انا اتعرضت عليا مثلا رساله ماجستير او دكتوراه عشان احكمها كويس، ولقيت فيها حاجات وافكار جميله انا استغلها بقى واستغلها في ابحاثي انا والكلام ده بدون ما ايه؟ بدون ما اعلم صاحب الرساله دي. او جاي لبحث احكمه دوليا في المجله اللي انا اديت اللي انا ريفيور فيها، ولقيت والله حاجه جميله في البحث فخدتها وبدات اجري عليها ابحاث قبل حتى ما يتنشر البحث ده. طبعا دي استفاده شخصيه وفيها عدم اخلاقيات. يضمن المحرر عدم وجود اخطاء جسيمه في المواد المنشوره، يعني مثلا ما يقولش لا انا عشان دي مجله بتاخد فلوس على تحكيم كل بحث مثلا من 100 دولار ل 500 دولار او 1000 دولار ولا حاجه، يبقى انا لا انا عايز انشر ابحاث كتيره حتى لو فيها اخطاء عشان اجمع فلوس، لا ما ينفعش الكلام ده. طيب وجوب نشر التعليقات والانتقادات الموضوعيه المقنعه على البحوث المنشوره. يعني انا دلوقتي اديتور او محكم في مجله وجالي بحث وفي ناس حكمت البحث ده اثنين او ثلاثه مثلا وعملوا الريبورت بتاعها وكتبوا التعليقات بتاعتهم والانتقادات فعلا اللي موجوده في البحث. لازم تكون فعلا تعليقات علميه سليمه، ولما انقد حاجه معينه وانقدها سلبيا كمان يبقى لازم اقول السبب العلمي، انا قلت دي خطا علميا ليه بسبب كذا كذا، كان لازم يعمل كذا. يبقى دايما حتى لما تعرض المشكله تعرض لها حل او تقترح لها حل، ده يبقى محكم دولي فعلا. انا محكمت الحمد لله ابحاث كثيره دوليا، فلما يجي لي بحث وانا حاسس انه ما يستاهلش يتنشر في المجله دي بقول الاخطاء اللي فيه ايه؟ سواء اذا كانت اخطاء ميس برينتس، يعني اخطاء لغويه في الكتابه مثلا، او اخطاء في الفورماتنج بتاع المجله، انت مش عامل البحث متوافق مع فورمات المجله، او اخطاء علميه موجوده في البحث. تمام؟ بايا كانت الاخطاء العلميه لازم اقول الكلام ده. يعني انا كمحكم دولي اشترط عليا ان انا اقول الكلام ده تحت الاخلاقيات البحث العلمي، مش مجرد ان انا بحكم كده وخلاص، لا.
لازم اقوله، اقوله بالتفصيل وابعته كمان للباحث عن طريق الايديتور طبعا عشان يستفيد منه الباحث. لو مش هيتنشر حتى البحث بتاعه في المجله دي يستفيد من النص اللي انا كاتبها دي عشان يعدلها، وفي نفس الوقت لو انشره في مجله ثانيه يبقى عادل البحث بتاعه بقى طريقته احسن وبقى بحث اقوى من الاول وتراجع كويس قوي لما يقدمه لمجله ثانيه يقبل ان شاء الله. ما هي الجهات التي يجب ان يتم ابلاغها بنتائج البحوث؟ انا عملت ابحاث دلوقتي المفروض ابعته لمين عشان يستفيدوا منها؟ طبعا العلماء والمهنيين الموجود في المجال بتاعي، ده مهم جدا جدا. المرضى والمبحوثين، لو انا البحث بتاعي على مرضى وعلى مبحوثين ومرضى في نفس المجال، انا بشتغل حاجات على القلب مثلا يبقى مرضى القلب المفروض يتعرض عليهم ويعرفوها. الاعلام، الاعلام مهم جدا ان هو يعرف الحاجه دي، لو انا انتجت نتائج ابحاث قويه وعايز الدوله بتاعتي تعرفها والناس كلها تعرفها، تعرفها عن طريق ايه؟ الاعلام بالوسائل بتاعته المتعدده. ثم صانع السياسات لازم يوصل لهم قرارات او نتائج البحث بتاعي اللي انا عملته ده عشان هغير حاجه، بعمل حاجه معينه بطلع اصناف جديده ولا حاجه ولا سلالات جديده من القمح او من الذره او من البنجر السكر او بنجر العلف او حاجات في ايا كانت ماشي، او حل المرض جديد او اي وسيله جديده لازم الناس تعرفها. صانع السياسات لازم يعرفوها عشان يغيروا السياسات اللي جايه بما يتناسب مع نتائج البحوث بتاعته. المجتمع المحلي لازم يعرف الكلام ده، ومين يعرفه؟ الجهه المسؤوله عن كده، سواء انت في مؤتمرات او في ندوات بتعملها المجتمع بتاعك او الوزاره الخاصه بالكلام ده هي اللي تنشر الحاجه دي وتقولها، ومع التعاون مع وسائل الاعلام طبعا. نيجي لاخلاق الاستاذ في الاشراف العلمي على الطلاب بتاعته. ماشي، الطلاب بتوعي دول يبقى زي المفروض لو هم قريبين مني في السن يبقى اخواتي، لو بعاد عني في السن وزي اولادي يبقى المفروض يبقى يتراعوا زي اولادي بالظبط. اول حاجه الرعايه، لازم يكون في رعايه بكل انواعها بكل انواع الرعايه، واولها الرعايه العلميه، ده مهم جدا جدا. الامانه، انا مشرف عليه ابقى امين ان اوصل له المعلومات الصحيحه والمهارات العلميه الصحيحه في المجال اللي بيشتغل فيه. ثم الحاجه الثالثه اعلان تضارب المصالح، زي ما بقول لكم انا دلوقتي معروض عليا مثلا، يعني انتوا عارفين طبعا حتى في التدريس في البكالوريوس او الليسانس لو في حد في قرابه لغايه الدرجه الرابعه انت ما بتدرسش المنهج ده او اللي درسته ما تحطش ايه؟ الامتحان. لان انت اكيد طبعا هيبقى في رعايه معينه لقريبك ده وفي محاباه والكلام ده. او العكس، يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي مش هشرف على فلان، ليه؟ ان فلان ده مثلا ابن فلان اللي انا بكرهه، يبقى خلاص انا اعتذر. او فلان ده ليه قرابه عندي، او فلان ده ليه اي مصلحه انا اعرف والده ولا حاجه، ولا بيني مصالح بيني بيزنس مع والده والكلام ده، هيبقى فيه يا اما زي ما بقول لكم محاباه يا اما معاداه. الاثنين دول لازم يبقوا مش موجودين من خلال المشرف والطالب بتاعه. والعكس طبعا. الامانه في الاشراف العلمي زي ما بقول لكم امانه علميه وامانه ماليه. يعني ايه امانه علميه؟ يعني الطالب بتاعي لازم يتعلم كويس، كل المعلومات اللي عندي والمهارات اللي عندي لازم اوصلها له. طلبه بتوع ماجستير او دكتوراه لازم حتى منه احسن مني كمان علميا. نظريا ادي له محاضرات كويسه جدا واكتب له الكورسات بتاعته اللي هتفيده فعلا في نقطه البحث بتاعته عشان يدرسها معايا ومع غيري من الاساتذه الزملاء. كذلك اعلمه ازاي يعمل رساله ماجستير او دكتوراه بشكل صحيح، ازاي يجمع ابحاث بشكل صحيح، ازاي يكتب على الوورد على الاكسل على الباوربوينت، ازاي يعمل تحليل احصائي يريد بنفسه ويكتب رسالته بنفسه، واللغه لو اللغه العلميه عنده ضعيفه اعلمها له او غيري يعلمها له او ارشده ازاي يتعلمها كمان. دي كل ده اسمه امانه علميه. لازم اعمل له خطه بحث كويسه تاخد فتره زمنيه معينه كويسه، لازم يعمل كذا سيمينار عشان يتعلم ويتعلم من غيري ومني. الحاجه الثانيه الماليه، اقول له البحث بتاعنا ده والله هيكلفك كذا خلال الشغل بتاعك، النقطه اللي هشتغل عليها دي خلال سنتين او ثلاث سنين مثلا كان ماجستير او دكتوراه هتكلفك مثلا 10,000 جنيه خلال المده دي او 100,000 جنيه. يا ابني انت راضي؟ معاك الامكانيات الماديه دي؟ ما جيش بعد ما يسجل ونشتغل افاجئه بقى اقول انا عايز مثلا مواد كيماويه كذا كذا ودي ثمنها كذا اللي مش موجود عندي في القسم، روح هاتها على حسابك. ثم جهاز معين ليه مثلا كيتس ولا حاجه اشتغل عليها ولا ستاندرز ولا حاجه زي كده، روح هاتها على حسابك. جهاز اتعطل هات غيره، ادوات زجاجيه ولا معدنيه ولا حاجه روح هاتها وبعد ما تخلص بحثك باخدها معاك. يلاقي نفسه الراجل او البنت او الولد اللي سجل الدراسات العليا بدا يتكلف كتير جدا، ما كانش قايل له المشرف بتاعه ان البحث ده هيتكلف كده،
انت قايل لي والله اقصى حاجه 10,000، اجي ابص الاقي دخل ب 50 60,000 ولا 100,000 جنيه خلال فتره الشغل بتاعتي، او ما اجيش اثقل عليه مثلا الحمد لله خلص الابحاث بتاعته اقول له لازم تنشر منها ابحاث في المجله الفلانيه، المجله دي على الاقل بتاخد $500 ولا حاجه ولا 500 يورو، او ما خلوش يعمل نسخ من الرسائل وفيها صور الوان وحاجات كتيره جدا، الرسائل بتاعته والنسخ يكلفوه من 10 20,000 جنيه. لا طبعا. ما جيش يوم المناقشه اقول له انت تعزم القسم كله يا جماعه هنتغدى على حسابك، واجيب اصحابي كمان وعميد الكليه والوكلاء ومش عارف ايه عشان يتغدوا. بص لا الولد دفع 10 15,000 جنيه في الغداء يوم المناقشه، كل ده ما ينفعش، دي مش امانه ماليه. والله هو الولد لو مقتدر وانت هتقول له الحاجات دي هو موافق خلاص، مش موافق اعمل له نقطه بحث ما تكونش مكلفه، بس لازم تكون تستاهل تاخد عليها درجه ماجستير او دكتوراه ويتعلم منها كويس، دي امانه ماليه من جانب عضو هيئه التدريس طبعا. ماشي؟ طبعا انتوا عارفين من عضو هيئه التدريس كمان ان دلوقتي في اللائحه بتقول ان الطالب لازم يختار السوبرفايزر على الاقل، ثم السوبرفايزر يختار اللجنه اللي معاه اللي هتساعده، ولازم ما يكونش في تضارب مصالح بين اللجنه كلها والطالب ده، يكون هيفيدوه علميا فعلا، ما اختارلوش ناس كده وخلاص عشان يبقى اسمها على الرساله وخلاص، لا لازم اختار حد. لو انا سوبرفايزر ومشغول اختار حد اصغر مني شويه، استاذ مساعد ولا مدرس، يشرف معايا على الطلاب ويكون فعلا علميا قوي، وهيعلم الطالب بتاعي ده وهيمشي معاه خطوه بخطوه عشان ينجز الماجستير او الدكتوراه بتاعته بعلميا فتره زمنيه المفروض هي سنتين ويقدر يناقش بعدها. لو زادت شويه يبقى مش اهمال مني كمشرف ولا اهمال من الطالب طبعا، او عدم وجود الامكانيات، لا لازم اصرحه بالحاجات دي كلها. ثم اختار له اثنين معايا مثلا لو ماجستير او ثلاثه في الدكتوراه باللي هيفيدوه، ما يكونوش ناس كده وخلاص، او ناس هتعطله، او ناس مش قويين مثلا من الناحيه العلميه، او التعامل بينهم مع الناس الثانيه ومنهم الطالب ده تعامل سيء. ياما في ناس كتير وبتعطل، او هم مشغولين مش فاضيين، ما يبقاش اللجنه كلها مش فاضيين للطالب، الطالب محتار يروح يتابع التجربه ازاي ويراجع له مين ويشوف نتائجه مين وينشر بحث ازاي مع مين، مين هيراجع له؟ لا ده كده نوع من الظلم. ماشي؟ كذلك اديله الحريه ان هو يختار، والله اختارني انا عشان يسجل معايا، ثم اقول له والله انا عندي فلان وفلان وفلان هيدخلوا معانا في الاشراف، ايه رايك؟ تختار مين؟ مين اللي هيريحك يا ابني؟ مين اللي ممكن تتعامل معاه كويس وترتاح معاه في المعامله؟ طب مين اللي هيضايقك عشان ما احطوش؟ ماشي؟ مين اللي هيفيدك علميا؟ مين انت بترتاح له حتى نفسيا؟ لازم من شروط كده هو اختارني انا كلجنه كسوبرفايزر، انا اختار له بقى الناس اللي معاه اللي تناسبه في الشغل. ان هدفي في النهايه هو الانجاز العلمي والطالب يستفيد علميا وماديا وكل حاجه، لازم يبقى كده. طيب كده انا اقول لحضراتكم اخر حاجه في الملخص الجلسه دي، هو التاليف والنشر العلمي والتحكيم، وقلنا مين اللي هو يبقى يحق ليه ان هو يبقى اسمه من المؤلفين ويتكتب في النشر العلمي، ومين اللي يحكم وصفات المحكم ايه، القواعد الاخلاقيه للابلاغ عن نتائج البحوث ابلغ عنها ازاي، ومين هم اللي انا ابلغهم عشان يوصلوا النتائج دي، كمان الاستاذ الجامعي اخلاقياته ايه للاشراف العلمي على الطلاب بتوعه، وايه اللي يراعيه من اول تسجيل الطالب لغايه المناقشه بتاعته باذن الله. وانا كنت قلت لحضراتكم كمان لجنه التحكيم بتاعته هجيب له محكمين، والناس اللي هيناقشوه في الرساله بتاعته ما يبقوش اصحابه وخلاص، لا لازم يكون حتى في التخصص وكمان قوي علميا وهيفيده، خصوصا لما يكون طالب ماجستير بيتعلم لازم يكون هيفيده في التخصص بتاعه في نقطه البحث، وفي الرساله بتاعته التعديلات بتاعته تبقى تعديلات ايجابيه يستفيد منها، ثم في الدكتوراه ان شاء الله يفيده جدا ويتجنب الاخطاء اللي وقع فيها في فتره الماجستير. نيجي لاخر حته في التدريب بتاعنا هو الامتحان، ماشي، او البلاجرز ان ساينتفك ريسيرش. جيمس توفل بيقول you need to be aware of what others are doing, applaud their efforts and acknowledge their successes. يجب ان تكون على درايه باعمال الاخرين طبعا، وان تقدر مجهوداتهم، تقدر العمل بتاعهم وتعبهم في الابحاث بتاعتهم، وتعترف بنجاحاتهم وانجازاتهم، ده مهم جدا جدا. زي ما قلت لحضراتكم معناه ما ينفعش اكتب حاجه فلان ما قالهاش واكتبها ان هو قالها، او فلان قال حاجه معينه واكتب عكس ما قال، ولازم اقدر الشغل بتاعه في الفتره بتاعته في الامكانيات اللي كانت موجوده في الزمن اللي هو اشتغل فيه البحث بتاعه، مش انا اشتغلت حاجات حديثه وربنا كرمني رحت معامل مثلا على مستوى العالم قوي، واشتغلت حاجه واجي اقول بقى ايه؟ والله انتوا اعزازيتي في القسم بقى انتوا ما تعرفوش حاجه. واعمل سيمينار واقول له انت مش عارف تسال السؤال اصلا، انت اتعلمت الحاجات دي اصلا بره ولا جوه عشان تسال السؤال ده
انت مش فاهم انت بتقول ايه، ما ينفعش الكلام ده خالص. ماشي. طيب الجلسه دي اخر جلسه ان شاء الله بتهدف لاكتساب حضراتكم المعارف والمهارات الاساسيه واتجاه اتجاهات ايجابيه نحو ايه بقى؟ تجنب الانتحال في كتابه الابحاث العلميه بتاعتك في الرسائل وفي المانسكريبتس او في الارتكلز اللي بتتنشر لينا. لازم كلنا نعرف يعني انتحال في البحث العلمي، تعدد الاسباب اللي تدعو للانتحال في البحث العلمي. انا بعمل انتحال كده غصب عني ولا برضاية ولا انا قاصد؟ تصف كيفية تجنب الانتحال الغير متعمد عند كتابة البحث، ازاي تجنبه؟ تحدد العوامل الاساسية التي تؤدي للانتحال في البحث العلمي، يعني ليه اللي بيخلي الناس تضطر انها تعمل انتحال، وليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عملت قوانين جديدة بحاجات معينة زي انت لازم تعرض رسالة الماجستير والدكتوراه بتاعتك قبل ما تناقش على مركز المعلومات عندك ويدخلها في البرنامج ويشوف فيها انتحال ولا لا، فيها سرقات علميه ولا لا. ماشي. ثم بعد المناقشه بتعملها تاني، خصوصا لما يكون في تعديلات جوهريه. ليه انت اول ما تسجل بتروح تاخد العنوان بتاعك وتطلع له براءه عنوان وبراءه خطه بحثيه في مركز المعلومات اللي عندك في الجهه البحثيه اللي انت شغال فيها عشان ما تكررش حاجه غيرك عملها. كل ده مهم. ازاي تميز بين الانواع المختلفه من الانتحال وامتى يبقى انتحال؟ طبق اساليب الكشف عن الانتحال، طبعا تظهر اتجاه ايجابي نحو تجنب الانتحال في كتابه الابحاث العلميه بتاعتك. ما يبقاش بقى مش فارق معاك ان انا انسب الحاجه دي للي عملها وللي قالها ولا ما يفرقش معايا، لا لازم يفرق معاك طبعا. مفهوم الانتحال، انواع الانتحال في البحث العلمي، الاشكال المختلفه للانتحال، عقوبه الانتحال كمان اللي انا ممكن اعاقب فيه لو انا سرقت حاجه بتاع واحد غيري، كيفيه تفادي الانتحال الغير متعمد، ده مهم جدا. طب يعني انتحال زي ما بقول لحضراتكم ان انا استخدم انتاج فكري لشخص ما على انه انتاج شخصي بتاعي، يعني ده ممكن ان انا اقول حاجه دي والله اقول كذا كذا حاجات علميه ونتائج علميه وافكار علميه ومعلومات علميه، ما احطش بين قوسين مثلا ولا حاجه اسم الراجل اللي قال الحاجه دي، طول ما انت ما حطيتش الريفرنس بتاعها يبقى انت بتنسبها لنفسك، ده انتحال. يعني معناه سرقه وادعاء كاذب، يا اما سرقه مجهود الغير يا اما ادعاء كاذب على الغير، زي ما بقول لكم حاجه قالها وانا اقول ان هو قالهاش، او ما قالهاش واقول ان هو قالها، او اقول الحاجه دي بتاع فلان هي بتاع واحد تاني، وانا بالريفرنس بتاعي يبقى خطا يعني، سواء عن غير قصد او عن قصد. اشكال الانتحال العلمي، ممكن تنقل كلمات او جمل او افكار بتاع ناس ثانيه بدون ما تقول هم دي بتاعتهم، ده انتحال. ذكر انتاج بحث اخر على انه ملكك، ده مش بتاعك، يبقى انتحال. عدم وضع علامات التمصيص بعد ما تقول المعلومه العلميه، تقول مين اللي قالها بين قوسين، ده مهم جدا، وتقول فلان قال كذا والكذا ده تحطه بين قوسين كده. طبعا الفورماتنج بتاع كتابه الحاجات دي بتختلف من كليه لكليه وتخصص لتخصص وكمان من مجله لمجله او رساله دكتوراه او ماجستير حسب اللي بشتغل فيه او الكليه او الجامعه. ممكن كمان تقول معلومات غير صحيحه عن المصدر، زي ما بقول لكم المصدر ده كان مجرد ما انت تقول فلان سنه مثلا 1998 وهو عمل الكلام ده سنه 2002، ده في حد ذاته خطا، خطا علمي. ماشي. وهكذا ممكن يندرج تحت الانتحال. في وصفه وقائيه كده وعلاجيه لتجنب الانتحال في الابحاث بتاعتنا، ان انت اول حاجه تكتب لنفسك المصادر اول باول وتحتفظ بيها. لو انت طالب ماجستير دكتوراه وخدت جزء معين او تجربه معينه عملتها، تكتب التجربه دي بتاع مين والبروتوكول بتاعها ايه والكلام ده 12 سنه كذا. ماشي. انا يعني مثلا ريفيو اوف ليتريتشر مثلا بتاع الرسائل بتاعتنا اللي هي الابحاث السابقه او الدراسات السابقه، في بعض الناس بتقولها، كل حاجه انا بجيبها اول باول اكتب المصدر بتاعها وادونه عندي كده. ماشي. عشان تبقى عارف الحاجه دي بتاع مين وما تتلخبطش فيها لما تيجي تكتب الرساله بتاعتك او البحث. تكتب المصدر كامل، مش فلان سنة كذا وبس، أو فلان عند فلان سنة كذا، أو مثلا فلان إتال سنة كذا، تيجي كاتبه بقى تجيب البحث، تكتب الناس فعلا أسمائهم كلهم والسنة اللي اتنشر فيها وعنوان البحث واسم المجلة والعدد والصفحات بتاعتها، أول بأول كده يكونوا عندك. ماشي؟ طبعا في برامج أنت بتستخدمها يمكن خدت دورات فيها هنا عن مندلي مثلا ومثلا إند نوت، بتستخدمها عندك في نظام الريفرنسنج ولا لأ؟ ده أكيد حضرتك اتعلمته فيه كتير. تحدد بداية النص المنقول والنهاية بتاعته بالمصدر بتاعه، لازم هو قال كذا يبقى من أوله كذا لغاية نهايته كذا، ثم تقول ده جايبه منين؟ الكتاب صفحات كذا ولا كذا، البحث فلان المجلة الفلانية العدد الفلاني منشور سنة كذا.
ما تخلطش عمدا او خطا ما بين افكارك وافكار الاخرين، لازم توضحها وانت بتكتب في رساله او بتكتب في بحث علمي في مانسكريبت عشان تنشرها، لازم يبقى واضح اول اللي هيحكم او اللي هيقرا الكلام ده فكرك انت ولا فكر غيرك. لو فكر غيرك اكتب ده فكر فلان وفلان وفلان. لو مش كاتب الحاجه دي يبقى اكيد فكرك انت، وتقول ده رايي انا الشخصي او راي الباحثين شخصيا، كل الكلام ده. طيب عقوبات الانتحال بقى يا جماعه، في عقوبات اكاديميه ممكن يبقى في فصل من العمل، ممكن استبعاد، ممكن منع النشر، ده ممكن يحصل. عقوبات قانونيه ممكن يبقى في غرامات ماليه للانتحال، يعني غرامه، او في لا قدر الله في انتحال بيصل للحبس ماشي والسجن ومده معينه بيحددها القانون، وده موجود عندك في اللائحه ولازم تكون عارفها كمان قبل ما تشتغل بحث علمي وما تعملش انتحال سواء عفوي او قصده، وخصوصا لما يكون قصده وتبين تماما اللجنه التخلقيه في البحث العلمي اللي عندك في المعهد البحثي او الجامعه ان انت عامل الكلام ده عن قصد، هيبقى في عقوبات الاثنين بقى، تبقى ماليه وكمان في حاجات قانونيه وقضيه بقى وشغلانه ممكن زي ما بقول لحضرتك توصل للحبس. طيب الاستخدام العادل في القوانين مثلا كمثال القوانين الامريكيه بيقولوا ايه؟ ان انت عشان ما يبقاش في انتحال يبقى عدم النقل الصريح ولكن تلخيص ما تلخيص وتحليل اللي انت حاجه خدتها. والله انا بقول فلان ده مثلا يعني هتكتب بالظبط هو قال بس انت خدت ايه؟ خصوصا عندنا في الكليات العمليه مش تقول تاخد فقره كده كوب اند بيست زي ما احنا بنقولها تمسخها وتلزقها عندك وهتقول بتاع فلان ماشي هو قالها فعلا بس انت خدتها زي ما هي، لازم انت المفروض تلخصها وتقول وجهه نظرك تعبر عنها بطريقتك انت في البحث بتاعك او في الرساله، وكمان تقول الريفرنس بتاعي فلان انا والله بقول كده بناء على ان انا قريت بحث فلان وفلان سنه كذا ماشي. قله نسبه المستعاره الى الاصيل، يعني ما يبقاش معاه انا بكتب مانوسكريبت او بيبر مثلا زي ما احنا بنقول وانا ناقل من ابحاث ثانيه كتير جدا تصل ل 90% واللي كاتبه انا من عندي ما يجيش 10% او انتاجي انا الخاص او تعليقاتي انا الخاصه او الدسكشن بتاعتي الخاصه ما يجيش 10%، لا ما ينفعش لازم نسبه متناسبه، يفضل يكون المستعار قليل جدا بالنسبه للاصيل بتاعك انت. انا عايز اعرف انتاجك انت وشغلك انت والرساله انت عامل فيها قد ايه؟ عامل في البحث قد ايه؟ ده في بعض ابحاث يا جماعه بيبقى الدسكشن بتاعتها قليله جدا، ليه؟ لان انت كاتب كلام جميل جدا في الريزلتس مثلا بتاعك او في الانترودكشن اللي انت عاملها، كافيه جدا ان تعمل دسكشن صغيره. واحيانا الموضوع كبير ومحتاج دسكشن كبيره. لازم تغطيها كويس قوي وتغطيها بفكرك انت اكتر، يعني يعدي 80% من فكرك انت. ثم الناس اللي قبل كده قالوا ايه؟ انا احيانا بعض الابحاث براجعها والاقيه اقول ايه؟ فلان وفلان قالوا كذا وكذا وكذا وعملوا كذا وده متضارب مع ده وده، طب فين انت؟ انت عملت ايه؟ ايه اللي طلعته في النتائج بتاعتك؟ رايك في الشخص ايه ورايك العلمي ايه؟ ده مهم جدا. انتفاء تعارض المصالح زي ما بقول لكم، ما تقعدش تدور كده بقى ايه على الحاجات اللي هي فيها تعارض المصالح زي ما قلت لكم من الاول، لا تحاول تخليك بعيد شويه. خطوات التاكد من وجود امتحان زي ما انتم عارفين، انت ممكن تتاكد على النت طبعا عن طريق البرامج اللي موجوده على جوجل مثلا، في برامج مجانيه زي بليجر تشيكر مثلا اللي مكتوب عند حضراتكم ده، معلش بقى انا ايه مش متوافق معاه قوي يعني، بس انا عايز اعرفه لك، ناس كتير بتعمل كده، اي برنامج فري كده على النت بيجيب النص بتاعه ويلزقه فيه ويشوف له قول لي يا عم البلازم فيه قد ايه ونسبته قد ايه. لا انت دايما تتعامل طبعا لو انت عايز تعمل كده على النت بتجيب النص بتاعك وبتفتح في جوجل تكتب سيرش مثلا تقول بلاجر تشيكر، هيجيب لك برنامج، هتدخل على البرنامج ده ماشي اهو زي كده، ثم تروح الموقع بتاعه في نص كده هتلزقه جواه، تلزق النص بتاعك ماشي ادي نص اهو عايز تدخله مثلا وتحطه في البرنامج اللي موجود اونلاين ده بعد ما تحدده كويس تكتبه اهو، فبيدي لك نسبه الايه؟ بليجر في بليجر لا في بليجر ولا لا ونسبته قد ايه؟ بس ده مش صحيح قوي. واحيانا يا جماعه بيسرق الماده العلميه بتاعتك خلي بالك. فلازم يروح لبرنامج قوي يعني زي الاي تنتيكيت مثلا، البرامج الكويسه جدا القويه جدا اللي هي مش فري طبعا اللي موجوده في الاماكن البحثيه بتاعتنا، على الاقل اي مركز معلومات موجود في جامعه او بحوث موجود في البرنامج ده مشترينه بفلوس كتيره. فبتدخل فيه النصوص بتاعتك ده امن جدا وبيطلع لك نسب حقيقيه فعلا اللي هي
بعد كده بيحاسبوك عليها المجلات الدوليه اللي انت عايز تنشر فيها، غالبا بيستخدموا نفس البرنامج يعني، وهكذا. لو طلع لك البرنامج ده مثلا ادي العنوان بتاعه، طلع نفس العنوان بالاسرز دول كويس، وهم نفس الاسرز اللي عندك انت اللي انت بتقول عليهم، كده مفيش بلاجرزم. لو طلع ناس كتيره تحت نفس العنوان وفي اسرز كتيره وانت بتقول الحاجه دي بتاعتي، لا ده كده في بلاجرزم، وانت واخدها من ناس ثانيه. ماشي. اخر حاجه نلخص اللي احنا قلناه، احنا اتكلمنا في مفهوم الانتحال، انواع الانتحال في البحث العلمي، انت بتاخده ازاي واجزاؤه ازاي، الاشكال المختلفه للانتحال يا جماعه، عقوبة الانتحال، كيفية تفادي الانتحال غير المتعمد، زي ما بقول لكم انت بتنسب الحاجة لصاحبها بس بتعبر عنها بطريقتك انت عشان تتجنب ان انت خدت طريقته هو. ان خلي بالك حتى الاسلوب في الكتابة يا جماعة من شخص معين ده حقوق ملكية ليه هو، ما ينفعش انت تاخدها تحطها في منتج علمي خاص بيك انت زي ما هي كده، لا انت تعبر عن المعنى اللي انت فهمته من المنتج العلمي بتاعه هو، تعبر عنه بطريقتك انت بس تحطه هو كريفرنس كده، يبقى انت شغال صح. شكرا لحضراتكم جميعا، انا كنت سعيد جدا جدا معاكم النهارده. دي تليفوناتي والايميلز بتاعتي والواتساب على 011. كمان في ويب بيجز انصح حضراتكم ان تكونوا عاملين سايتس عليها زي ريسيرش جيت وجوجل سكولر واكاديميا. ماشي. يكون ليكم كمان ويب سايتس خاصه بيكم عشان الناس تستفيد منها، يبقى علم وينتفع بيه ان شاء الله. شكرا لحضراتكم، وارجو من ربنا سبحانه وتعالى تكونوا استفدتوا مني النهارده، ربنا يبارك كمان ان شاء الله. كل الشكر لسيادتك يا دكتور، بجد محاضره جميله جدا جدا، وطبعا احنا متعودين على كده، انا والجميع والمنصه واعضاء جميع المنصه وكلنا كاداره او منصه او الحضور كلنا بنشكر سيادتك طبعا على المحاضره الثالثه جدا، وربنا يجعله في ميزان سيادتك يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. وافتح باب الاسئله بقى. حاضر. بالنسبه لدكاتره في كومنت بسيط كده هقوله قبل الاسئله وكده، هننزل لحضراتكم لينك الحضور. بالنسبه للينك الحضور في اكتر من خانه كده، هنعمل ان شاء الرحمن بعد العيد اسبوع علمي في تخصصات مختلفه، اللي حابب من حضراتكم يشارك يحط يدخل بيانات حضراته ويبعتها لنا في اللينك واحنا هنتابع معاه. بالنسبه للشهاده وكده هننزل لحضراتكم كل حاجه يخص الشهاده على الجروب الخاص ب المحاضرات اللي احنا عملناها اثناء شهر رمضان، وخاصة برضه المواد العلمية كلها جميع الكورس والتسجيلات ان شاء الرحمن هنرفعها على قناتنا على اليوتيوب باذن الله، وهنديها لكم كلها في بوست كده، بحيث اللي عايز المحاضرة الأولى هيضغط على اللينك هتديله المحاضرة الأولى، المحاضرة الثانية، المحاضرة الثالثة، وهكذا. وربنا يجعله في ميزان حسنات حضراتكم جميعا، وربنا يوفقكم. انا فتحت الشات، اللي عنده اي سؤال الدكتور معانا هو هيجاوبه، ولينك الحضور بتاع النهارده هنزله لحضراتكم. بالنسبه برضو الناس اللي جاوبت على 50% 80% من الاسئله ان شاء الرحمن احنا لسه بنظبط اسمائهم ونكتبها وهنعلن عنها على المنصه ان شاء الله، وهيكون لها ديسكاونت زي ما قلنا على تذكره المؤتمر 50% باذن الله. ودي لينك حضور النهارده. اتفضل اللي عايز يتكلم مع الدكتور يعمل ريزو في هاند او يسال على الشات، مفيش مشكله. اذا امكن البي دي اف نسال الدكتور نستاذن حضرته لو وافي مفيش اي مشكله. ما عنديش مانع، ابعت لكم الماده العلميه في صوره البي دي اف تحت امرك، تحت امر التدريبين كلهم ان شاء الله. شكرا جدا لسيادتك يا دكتور. خلاص يبقى بعد نهايه المحاضره نبعت لحضراتكم لينك تسجيل المحاضره بتاع النهارده ان شاء الله والماده العلميه. الناس اللي بتشكر يا جماعه ربنا يبارك فيكم ويجازيكم خير كلكم، كل سنه وانتم طيبين. اشكرك يا دكتور عبير، ربنا يكرمك وعاش من شافك وسمع صوتك. دكتور كله شكر لسيادتك، فعلا طبعا حضرتك تستحق الشكر والله، وانا من الناس اللي بسعيد جدا اللي بحضر محاضرات سيادتك سواء على منصتنا او على منصات اخرى بجد والله. ربنا يبارك في سيادتك دكتور ابراهيم، ربنا يوفقك دايما يا رب.
من فضلك اين نجد الشهادات السابقه؟ الشهاده دكاتره احنا نعمل شهاده واحده بس في الكورس كله، هتكون بشهر يعني هتبقى باسمها الكورس كله، وهتكون مدتها شهر الشهاده، وهنكتب كده في الشهاده ان شاء الله، مش هتبقى مش لكل محاضره شهاده، والكلام ده احنا قلناه يعني. وهننزل ان شاء الله الرحمن كل حاجه تخص الشهاده على الجروبات الخاصه ب اللي احنا عملناها على التليجرام للكورس كله باذن الله عز وجل. دكتور ياسر، في دكتور هل لابد، بتقول هل لابد من استخدام مواقع الامتحان عند انتهاء من اي جزء؟ هو يفضل طبعا، ولازم حضرتك تستخدم سوفت وير يكون معترف بيه دوليا يعني. ممكن حد من زمايلك يكون اتعلم بره مثلا ومعاه السوفت وير ده او معاه الاي دي والباسورد ليه، فممكن تديله الماده العلميه تدخلها فيه، بس لازم يكون يعني السوفت وير يكون مضمون يعني، عشان ما يترقش البحث العلمي بتاعك او الافكار العلميه بتاعتك. وهيديك نسب فعلا حقيقيه يعني، نسب كان بليجرز مثلا 5% ل 10%. وخلي بالك كل جزء من البحث العلمي اللي انت بتعمله في الرساله او في البحث ليه نسبه معينه يعني، ما ينفعش مثلا ماتيريال ميثودز دي خاصه بيك انت يطلع فيها نسبه امتحان عاليه. لا، ممكن يحصل مثلا في ريفيو اوف ليتريتشر، في الانترودكشن، في الدسكشن ماشي، لكن ما يبقاش في الحاجه الخاصه بيك فيها بليجرز عاليه، يبقى حاجه خطا يعني. وبالمناسبه يا دكتور، بمناسبه الجزئيه دي، احنا كمنصه اتعاوننا مع منصه اخرى حكوميه برضو، وهيتم توفير كل حاجه دي، سواء كانت بالجريزلي، سواء كانت تدوير لغوي، سواء كانت ترجمه، سواء حاجات كثيره جدا، سواء كانت جزئيه احصاء طبعا معانا المدربين، سواء كانت جزئيه في البحث العلمي، سواء كانت جزئيه في النشر الدولي، ولكن طبعا كل حاجه باخلاقيه البحث العلمي زي سيادتك ما فسرت انا فعلا قريت بص كده، وربنا يكرمك يا رب في ميزانك، في ميزان حسناتكم ان شاء الله. حاجه تكون بمبلغ بسيط جدا يعني، مش اللي هو فلوس والكلام ده، لا بمبلغ بسيط جدا، ان التعاون هيبقى معاهم يعني ان شاء الله الرحمن. جميل جدا ان شاء الله يعني، حاجات من نقول زي ايه، نفيد الباحثين على اعلى مستوى، وان شاء الله الرحمن بس بعد الدنيا ما تبقى في فند كويس، هنحاول نوفر بقى موضوع مكان واجهزه، وتكون حاجه بتكلفه لا تذكر، عشان خاطر الفلوس والاكيد شيء اللي بتطلب من الباحثين في جميع التخصصات ان شاء الله الرحمن يعني. بإذن الله تعالى. تمام. تكملة برضو الأسبوع العلمي احنا لسه كنا بنتكلم فيه انا والدكتورة ايناس، هيكون في تخصصات مختلفة، وهنحط فيه محاضرات في التحاليل الإحصائية باستخدام برامج مختلفة، سواء السي بي سي اس أو الإيفيوس أو الآر أو برنامج أو برامج أخرى، كنوع من زي ما سيادتك أشرت في المحاضرة، قبل ما الباحث بيعمل الجزئية بتاعته في البراكتس يحتاج جزئية إحصاء يقدر ويشوف من خلالها يبدأ إزاي يمشي، إزاي التجربة تمشي، إزاي وهكذا. ان شاء الله الرحمن نعمل حاجه زي كده، وهنتكلم مع دكتور خلف ودكتور الفولي ودكاتره ثانيه ان شاء الله الرحمن، هنستضيفهم معانا في الاسبوع العلمي، وهنعمله ان شاء الله الرحمن برضه مجاني ان شاء الله الرحمن، كفاده لجميع الباحثين باذن الله عز وجل. جميل جدا باذن الله. شكرا شكرا دكتور ابراهيم، ربنا يبارك فيك يا رب. يا رب، اللهم امين يا دكتور، اللهم امين. كله بيشكر في سيادتك يا دكتور. هو يا دكاتره لو في اي سؤال، عشان وقت الدكتور معانا من الساعه 10 يعني ساعتين ونص، والدكتور طبعا وقته سمين جدا طبعا، ووقت حضراتكم برضه، لو في اي سؤال لا تحت امركم، اللي عايز يسال اي سؤال من طول ما في استفاده ليه هو شخصيا والناس اللي موجوده جميعا، انا برحب بكده تحت امره يعني. شكرا لحضراتكم جميعا، شكرا دكتور سالم ودكتورة بسمة ودكتورة هبة، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. دكتور محمود غريب، شكرا جزيلا. شكرا دكتوره بسمه، المفروض دكتوره بسمه المحاضره بسيطه وسلسه وكويسه، وهم فاهمين كل حاجه الحمد لله. واضح ان مفيش الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. وشكرا ليك انت كمان دكتور ابراهيم، وشكرا دكتوره ايناس، يا رب من ذلك حسناتكم دايما اللي بتعملوه ده. شكرا على واجب يا دكتور، من جزال الشرف ان انا بتلميذ سيادتك طبعا، واتعلم من تحت ايد سيادتك والله. ربنا يبارك فيك.
ربنا يوفقك دايما يا رب. نعم. المحاضرة تتصل على الايميل الشخصي؟ لا مش ايميل شخصي، المحاضرة بننزلها على الجميع، للجميع. الشهادات برضه تبقى على الجروب، الناس جميع الناس اللي حضرت، الناس اللي هنعملها ديسكاونت برضه تكون حاضر على المؤتمر، تكون برضه حضرت. كل حاجة بنعملها للجميع، مش بنعملها لشخص بعينه يعني. كنوع من الفايدة مش أكتر. أو كنوع من إن إحنا أنا كإبراهيم يعني شفت تعثرات لباحثين كتيرة، بالرغم إن لسه حتى ما قدمتش للماستر، ولكن شفت تعثرات لحاجات كتيرة جدا، فحاولت بقى أربط الجانب، سواء كان جانب بحثي أو جانب شغل أو في تخصصات مختلفة، سواء كان في البحث العلمي، سواء كان في إحصاء، في برامج مختلفة. بحاول بقدر ما يمكن حتى لو بتواصل مع دكاترة زي دكتور ياسر أو دكاترة أخرى، يعني هم يشكروا بجد بجد على وقتهم اللي بيدوه لنا مجان وشغلهم وكل ده، ولكن كنوع من الفائدة العامة مش أكتر والله، وربنا يعلم كده يعني. ربنا يبارك فيك يا دكتور إبراهيم، رب الناس كل متستفيدة إن شاء الله، وتدعي لنا يعني. يا اللهم آمين يا رب. في دكتور سليم او سلمى بتقول كنت بسال، عملت بحث من فتره على طالبات واريد الان ان انشر بحث، فكيف اخذ عليها موافقه للنشر؟ هو طبعا دكتور سالم اللي بيسال. دكتور سالم، انت لما بتعمل اي ماده علميه وحابب تنشرها ان شاء الله، بتحدد المجله العلميه اللي هي في تخصصك اللي انت حاببها، ويكون قريت لها كام بحث كمان في نفس المجله، وحابب البحث بتاعك يدخل جواها وتتنشر بنفس الشكل ده، فبتختارها وبعدين بتبدا تعمل اكونت ليك على المجله دي، يبقى ليك اي دي وباسورد، وبعدين تعمل ابلود من البحث بتاعك وتمشي مع اجراءات ان شاء الله نشر البحث. ولازم اول حاجه، في حاجه اسمها اوثر جايد يا جماعه، لاي مجله انت بتنزله من المجله دي بيبقى صفحتين ثلاثه كده في صوره بي دي اف فايل، تقرا كل بقى الاشتراطات بتاعتهم عشان يقبلوا البحث بتاعك من الناحيه المبدئيه في الاول. تمشي على الفورمات بتاعتهم كامله خطوه بخطوه، لو طلبت على خط ولا حاجه بتعملها اثناء التحكيم. وكمان التست بتاع البحث بتاعك بيبقى انت بتعرفه اول باول، يعني البحث دلوقتي ويز اديتور ولا اندر ريفيجن مثلا، ويز ريفيورز، خد ديسيجن معين بيبعت لك كمان على الايميل، بعد الديسيجن بيبعت لك على الايميل هم ان شاء الله موافقين ولا لا قدر الله في حاجه تعديلات ولا مش موافقين او كده، لغايه ما تنشر البحث بتاعك ان شاء الله. في دكتور بيقول ينفع نعمل بلاجاريزم في المكتبه الرقميه؟ طبعا، هي اساس المكتبه الرقميه عندهم البرنامج، وانت بتدفع فيز كمان دلوقتي على فوري ولا حاجه، مقابل ان هو بيطلع لك نتيجه الانتحال ده موجوده ونسبتها قد ايه. المصدر الاساسي اللي هو المكتبه الرقميه عندك في الكليه او في الجامعه او مركز المعلومات اللي عندك في الجامعه او المعهد العلمي. تمام يا دكتور. في دكتوره بتقول ايه المواقع الخاصه بالبلاجريزم؟ المواقع ايه وايه؟ لا تقصد اللي هي الموقع اللي ممكن تحط فيه تكست يعني ويحدد لك نسبه. هو طبعا في زي بلاجرم تشيكر مثلا، ده موجود، بس انا بقول لك انا ما اضمنهوش الحاجه الفري دي، انا ما اضمنهاش، احسن تسرق البحث بتاعك او فكره او جزء من النتائج بتاعتك. فعلا يا دكتور، بتدي نتائج يا دكتور وبترجع لما توديها لحد متخصص او لجامعه بتديك نتائج ثانيه، فبتحصل مشكله، المشكله تبقى من اصلها من هنا، ولكن احنا مش واخدين بالنا. هو في طبعا بالجريزم تشيكر وفي اسنتيكيت وفي حاجات كتيرة جدا، ولكن المجاني زي ما دكتور ياسر وضح الجزئيه دي يعني. وعلى فكره موضوع البلجريزم مش غالي قوي يعني، اعتقد ان البحث عليه 100 جنيه او 200 جنيه، مش حاجه بسيطه يعني. حسب المكان اللي انت بتبعت له، بتوصل ل 50 جنيه كمان احيانا يعني. لو حد عايز يعمل، بالمناسبه رمضان يعني، لو حد عايز يعمل حاجه قبل جريف بحث او حاجه زي كده، ممكن نعمله لكم، نعمل لكم ديسكاونت عليه او مجاني، مش هتفرق يعني، حاجه بسيطه ان شاء الله. طب ده جميل، كويس خالص. اشكرك دكتور محمود ابراهيم، اشكرك دكتور عين، ونشكر الدكتوره بسمه كمان اللي كانت معانا بتقرا دراسات الحاله اللي احنا عملناها، وما شاء الله عليها باللغه الجميله واللهجه الجميله بتاعتها، نشكرك جدا، كنا ننسى نشكرك يعني. شكرا جزيلا لك يا رب. من المغرب اعتقد يا دكتور، اللهجه مختلفه كده. اللهجه مش مصريه. اللغه ربنا يبارك فيك. أشكرك دكتورة إهداء.
شكرا نادية، شكرا. دكتور ياسر، كان في سؤال كده ممكن هقوله قدام الجميع، يعني لو في باحث اعطاني بحث اللي انا اعمل كمقاله ريفيو ارتكل كمقاله ان انا اعمله له، جميل، لان السؤال دي اتسالته اكتر من استاذ وناس كتيره يعني في التخصص، سواء كانت بوست جرادويت او بي اتش دي او ماستر كمان، بيقول احنا بيجي لنا بحث الباحث نفسه يقدر يعمله، تمام، كمقاله مثلا، هو مطلوب منه ينشر مقاله معينه ومطلوب منه وهو هيقدر يعمله، لكن ما عندوش وقت وبيبعت لي ان انا اعمله له، هل ده لو مقابل جزء مالي، هي مش هتترقى بيه بمعنى اصح، او حتى لو هتترقى بيه مقابل جزء مادي، هل ينفع اعمله له في مقابل ان ده شغل انا هعمله واخد قصاده مبلغ، وهي هتعرف تعمل الجزئيه دي لكن هي ما عندهاش وقت او هو ما عندوش وقت يعملها؟ هو الريفيو ارتكل بالذات ليه ظروف خاصه، يعني ده بيبقى تجميع ماده علميه ودراستها وعمل دسكشن عامه ليها، مش اي حد يعرف يعمله، وبعدين بياخد مجهود كبير ووقت كبير، فلو انت عايز تعمله لك دكتور ابراهيم بمقابل او بدون مقابل ده ما فيهوش مشكله، ماشي، لكن لو نتائج خاصه بتاعته وانت عايز تعمل له بقى تحليل احصائي وكتابه النتائج والحاجات دي كلها وانت مش معاه لا مشرف ولا زميل ولا اسر على البحث ده في كلام، لكن ريفيو ارتكل اي حد مشكله وانا شك، بس تشرحه له بعد كده ويكون على درايه تامه باللي اتعمل فيه، بس ما كنتش هترقى بيه يعني. يعني هو لو ريفيو ارتكل، هو انا مش هعمل كابراهيم، ولكن انا سالته كتير فانا قلت استفاد بقى من الجزئيه دي في المحاضره دي في الاخلاقيات البحث العلمي، لو ريفيو ارتكل مثلا وباحث عايز حد يعمله له مقابل جزء مادي، لان فعلا في ناس بتطلب منه كادرات منصه وانا يعني رافضه تماما، ولكن قلت اساله. لا ما فيش مشكله يا استاذ ابراهيم ان شاء الله. ريفيو ارتكل ما فيش مشكله. حاجات اقوى من كده بكتير. يعني انا اعرف بعض الاماكن للاسف، يعني في ناس بتبيع الابحاث، بتعمل ابحاث وبتبيعها، في ناس حتى بره مصر بتعمل رسائل للناس بمقابل مادي، الطالب يروح يدرس دكتوراه مثلا ما يعملش اي مجهود لا عملي ولا نظري ولا كتابه الرساله وتتعمل له وبيدفع فلوس مقابل الحاجه دي، طبعا ضد اخلاقيات البحث العلمي، هو راح يتعلم ولا راح يشتري حاجه، هو طبعا مش مفكر راح يشتري، لا دي رساله ماجستير مش مجرد انه اكتشاف علمي، ده بناء فكر للانسان، بيبني فكر جديد، الطالب قبل بعد الدكتوراه غير قبل الدكتوراه خالص. المفروض كده يعني. لا دكتور انا رافض المبدا خالص، بس لما قالت ريفيو ارتكل وكده انا قلت اسال برضه قبل ما نشتغل في حاجه زي كده. كتر خيرك برضه يعني. كمساعدة في جزئية مساعدة، وعلى فكرة يا دكتور بنجمع بعض الأبحاث لو في تخصصك خاصة في البايوتكنولوجيا وكده مفيش مشكلة، بقعد أعمل أجمع حاجات زي كده لو حتى فري مفيش مشكلة، ولكن جزئية إن أنا آخد مادة فلوس والكلام ده كله يعني أنا رافضها كنوع إن أنا أخرج من موضوع الحلال والحرام، ده أهم مبدأ يعني. تمام يا دكتور إبراهيم، دايما استفتي قلبك، يعني لما تحتار استفتي قلبك. صحيح. تمام. في حد كان بيسال على السيتيشن، بيقول يعني ايه سيتيشن؟ السيتيشن ان انا بقول ماده، بقول معلومه علميه خاصه بيا في رساله ماجستير او دكتوراه او بحث علمي، وبعدين بحط ريفرنس ليها، كويس، فالريفرنس ده بيسمع بقى لما ينشر اونلاين بيسمع في المجله نفسها اللي هي فيها البحث ده، اللي العلماء دول اللي انت استعنت بيهم في البحث بتاعك، سواء نشرته في نفس المجله او نشرته في مجلات اخرى، ده بالنسبه له بيبقى سيتيشن ليها، اللي هو استشهاد باللغه العربيه، يعني بتستشهد بالبحث ده في الشغل بتاعك، فبيسمع في المجله اللي اتنشر فيها في البحث ده، فبيضاف الى السيتيشن بتاع المجله دي، وانتم عارفين الامباكت فاكتور اللي حضراتكم درستوه ازاي بيتحسب، بيتحسب اللي هو السيتيشن بتاع الابحاث، ماشي، على عدد الابحاث المنشوره للمجله في سنه او في سنتين او خمس سنين زي ما انت بتحسبه، فبيطلع الامباكت فاكتور بتاعها، فاي سيتيشن اي بحث بيأثر على قيمه الامباكت فاكتور للمجله دي. تمام يا دكتور. في دكتوره هند بتقول ممكن برنامج برامج ايه البرامج الموجوده لتصحيح الاخطاء اللغويه؟ تصحيح الاخطاء اللغويه موجود على النت كمان في بعض البرامج، بس معظمها طبعا بتدفع لها فيز معينه، ماشي، زي في حاجه اسمها مثلا ايديت ماي مانسكريبت او مانسكريبت اديشن ومانسكريبت ريفيجن، كل ده موجود وهيئات علميه قويه، وبصراحه بتراجع لك الرساله بتاعتك او البحث بتاعك من الناحيه العلميه مع ناس متخصصين علميا واللغه الانجليزيه بتاعتهم هم نيتف سبيكرز ليها،
ده بيطلعوا لك البحث بصراحة بعد التعديل طبعا بيبقى حاجة تانية خالص، انت بتبقى فخور تقدمه لأي مجلة وان شاء الله هيتقبل. الـ HNS ده مختلف، ان انت بيحدد قيمتك العلمية انت كباحث بمدى نشر الابحاث بتاعتك خلال سنة او سنتين او عدة سنوات، وتأثير الابحاث بتاعتك الناس بتعمل لها سيتيشن قد ايه بره، وبتحدد بيها عدد السيتيشنز فبتسمع في حاجة اسمها الـ HNS بتاعك. ده موجود على جوجل سكولر كمان. دكتوره باسم بتقول، هل دكتور هل صحيح ان في كتابه ابحاث علميه اغلب المجلات لم تعد تطلب كتابه على برنامج وورد ويتم استخدامه بلاتكس؟ لا هو العكس، ولا ناس كتير كانت بتكتب باللاتكس في بعض الدول كمان، بس معظم المجلات دلوقتي بتطلب الوورد على اساس اسهل في تعديله، يعني دي مجرد واللاتكس يتناسب مع المجله. صحيح. ولاتكس يا دكتور مش بكل الناس بتستخدمه، الناس اللي هتعمل شغاله في الرياضه عشان كوتيشن معين، معادله معينه، حاجات اللي زي كده يعني. بالظبط، هو ليه اغراض خاصه، يبقى هو اكتر ممثل ليها في حاجات معينه في تخصصات معينه. الهندسه والعلوم الطبيه والرياضيات فعلا بيستخدموا اللاتكس كتير. دكتوره اللي بتسال على الشهادات يا دكتور، اصلا احنا الشهاده عشان تتعمل المتدرب حضر محاضرة واحدة صعب، الفكرة بكده احنا بنراجع بنشوف الناس اللي حضرت وحضرت كام شهادة كام ندوة عشان نبدأ نعمل لها شهادة او لا، وهل يتعمل مجاني ولا بفيتس معينة، احنا لسه ما حددناش الكلام ده كنت من حضرتك، ولسه بنراجع الناس اللي حضرت وجاوبت على اسئلة ومنتظمة وكده، وهل نعمل لهم ديسكاونت يدخلوا معانا في المؤتمر ولا لا. عشان كده انا مش عايز ادي قرار نهائي في موضوع الشهادة، لسه مش قرار ادارة منصة، معايا دكتورة ايناس ومعايا دكاترة تانية، ما ينفعش ادي قراري انا كابراهيم، هي دي الفكرة بس مش اكتر، مش تجاهل والله ولا حاجة. يا ريت تكون في طريق لدفع الناس اللي حضرت من بره مصر. ماشي يا دكتوره بسمة، حاضر، يا ريت تكون في طرق الدفع للناس ماشي. ممكن اسم المواقع الخاصه بالتصحيح اللغوي، ما دكتور قالها على فكره، ياسر بيتكلموا على الايديتنج برضه. تصحيح اللغه لصحاح اللغه بتاعتك، زي ما بقول لكم في حاجه اسمها مانسكريبت ايديتنج، وفي حاجه اسمها ريفيو ماي مانسكريبت، دي كلها موجوده وفي غيرها كتير يعني، فممكن حضرتك تدخل عليها. احيانا في حاجات مجاني وفي حاجات بفلوس يعني، وحسب البحث بتاعك او الرساله وفي التخصص بتاعها يعني، في حاجات بتبقى حاجات هندسيه كتيره جدا، مثلا حاجات فيها تحليلات احصائيه، كم كبير الورق هيتراجع، فبيحددوا لك بعدد الاوراق والحاجه المجهود الكبير اللي بتبذل فيها، فبيقول لك دي مثلا هنصححها لك ان شاء الله، بس قيمه التصحيح قد كده بناء على المجهود اللي هيتبذل فيها عشان يحولها لك بصراحه لحاجه تقبل للنشر الدولي مثلا. أشكرك دكتورة أيام، ربنا يبارك فيك. بتقول يا دكتور هل فيها أمانة أم سرقة علمية البرامج دي اللي بندفعها بندفع لها فلوس في لا، أي حاجة بتدفع لها فلوس خصوصا تكون فلوس كويسة، تبقى حاجة معترف بها دوليا ومتراجع علميا كويس أوي، مش هياخدوا منها أي سرقة للمعلومات بتاعتك أو نتائج الأبحاث بتاعتك، لا. انا بقلق بس يا جماعه من المجلات اللي بيقول عليها دوليه وهي مش دوليه، اللي احنا بنسميها تحت السلم دي، اللي هي مش بتصحح حاجه ولا عندها ريفيورز ولا حاجه، بس بتاخد منك فلوس وبتنشف العدد الواحد اي عدد للابحاث 10 20 30 مش فارقه معاها، المجلات دي بتجمع فلوس بس يا جماعه، ودي مش كويسه وانصحكم ما تنشروش فيها يعني، وممكن فعلا اجزاء من البحث بتاعك يتم سرقتها يعني. فعلا يا دكتور، كمان يا دكتور بيتعرفوا ازاي يعني، تلاقيهم على طول كده بيبعتوا لك على الايميل في مجله في عدد في نشر هينزل كذا تكلفه كذا ننشر لك بسرعه، فبيبقى في قلق بقى، مفيش فتره مثلا مراجعه زي ما سيادتك قلت كده. هي تجاره. تجاره صحيح، بتجمع فلوس يعني. بيزنس فعلا يا دكتور. وعشان كده يا دكتور بالمناسبه احنا يعني يوميا بننزل حاجات زي كده في على المنصه، لينك مثلا يعرف كل الحاجات البير جورنال، المجلات اللي مش محترمه، المجلات الكويسه اللي موجوده على سكوبس
تدخل على اللينك ده تشوفهم 1 2 3 4 حاجات تخص الكورسات سواء كانت مجانيه ومشاهدات معتمده على برامج زي كورسيرا او يضمي او حاجات زي كده في البحث العلمي وما شابه يعني على طول كده برضو ايه متابعين مع الكورس بفضل الله عز وجل. تمام دكتور كلام مظبوط جدا. مجلات وهميه. دكاتره في اي سؤال تاني عشان وقت الدكتور؟ طيب اعتقد كده تمام يا دكتور، كل الشكر لحضرتك مره اخرى على المحاضره الرائعه دي، واحنا سعداء جدا ان حضرتك انهيت الكورس بمحاضره سيادتك بجد، يعني كلنا سعداء وكلنا استفدنا بمحاضره سيادتك، وربنا يجعلنا في ميزان سيادتك على طول يا رب العالمين. اللهم امين. شكرا دكتور ابراهيم، ربنا يوفقك يا رب، ورب يوفق جميع كل المتدربين معانا يا رب، يكونوا استفادوا ان شاء الله. لا تنسونا من الدعاء. كل الشكر للساده الحضور اللي معانا. بالنسبه للينك الحضور والشهادات والكلام ده كله هيبقى على المنصه، واي حد عايز مننا اي حاجه او من المنصه ومتصله ناس احنا تحت امر حضراتكم في اي شيء. نلقاكم على خير باذن الله، وما تنسونيش زي ما قال دكتور ياسر من دعائكم في شهر رمضان المبارك. كل عام وحضراتكم بألف خير. السلام عليكم وتصبحوا على ألف خير. وعليكم السلام ورحمه الله.